يا صباح الخير يا اللي معانا، يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله حضراتكم تستمتعوا معانا بحلقتنا النهارده، ولا سيما ان هي مليانه اخبار اكيد تهمنا كلنا. طبعا هنتكلم مع حضراتكم عن استعدادات النادي الاهلي ما قبل لقائه مع المصري في بطوله الكاس، وهنتكلم معاكم عن مشاركات ابطالنا الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالميه. كلام كتير هندردش فيه مع حضراتكم النهارده، بس انتوا تابعونا. صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الفل يا كريم. صباح الخير على حضراتكم جميعا. ونهايه الاسبوع، لكن بيكون دايما معانا فقرات واكيد ضيوف مهمين جدا. خلينا ننوه في بدايه الاسبوع هنتكلم عن المشروع القومي للموهوبين في التايكوندو تحديدا، وفقره هتكون اخرى مع الاستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي، وملفات اكيد عديده هنتابع مع حضراتكم كواليسها وغيره. بس خلينا نبدا بقى ونتكلم عن المباراه ان شاء الله والمواجهه القادمه للاهلي. طبعا طبعا، زي ما حضراتكم اكيد عارفين الاهلي عنده مواجهه قويه جدا امام المصري البورسعيدي. الكلام ده طبعا ضمن المنافسات يعني كاس مصر، وماتش اكيد هيكون قوي جدا جدا، لان يعني خلاص احنا في ماتش بكره ان شاء الله، وبالمناسبه هيتلعب على استاد برج العرب، ماتش مهم زي كل ماتشات الكاس، لان انت يا تكمل يا تتكل على الله. احنا طبعا بطبيعه الحال كاهلاويه دايما عينينا على البطوله، وجمهور النادي الاهلي ما بيرضاش غير بالفوز بالبطوله. الحمد لله احنا مشوارنا في البطوله دي ماشي كويس جدا لغايه دلوقتي، حققنا الفوز على الداخليه في ماتش في دور ال 16 بثنائيه نظيفه، وقبلها في دور ال 32 فوزنا على منتخب السويس بهدف دون رد. عشان كده كولر الحقيقه عامل استعداد قوي جدا يتناسب مع خصوصيه مباريات الكاس، ولان هو كمان عينه على الفوز بالبطوله بطبيعه الحال، واحنا عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين، وطبعا اكيد برضو مبسوطين من عمليه التدوير الناجحه اللي بيلعب بيها او اللي بيقوم بيها مستر كولر، وبنشوف من خلالها مشاركه تقريبا لجميع اللاعبين عشان يقدر يواجه من خلال ده ضغوطات المباريات. اكيد بنتمنى لفريقنا بكره ان شاء الله كل التوفيق. بص، احنا عندنا كمان تدريبات الاهلي اللي اكيد مستمره يا كريم استعدادا لمواجهه المصري، وزي ما احنا عارفين هو منافس قوي بالتاكيد، لكن بغض النظر عن مين بقى هيكون المنافس النادي الاهلي ده كلامنا دايما، احنا عنينا على الهدف زي ما انت كنت بتقول عشان نحقق يعني اللقب. ما ينفعش كمان التهاون، حتى لو كنا بنتكلم ان هو موسم مضغوط واحنا مضغوطين، خلاص ده الوضع اللي احنا دلوقتي نعرفه بنشهده بقالنا فتره يعني طويله جدا، لكن حافز الفوز اعتقد هو اللي بيخليك يعني او بيخلي ان احنا نتخطى المباريات الصعبه. كان عندنا فعلا موسم طويل جدا وشاق جدا، لكن كلنا ثقه طبعا في لعيبتنا عشان نقدر نكمل في بطوله باذن الله كاس مصر. بعد كده هتبدا الاجازه عشان بقى لازم الكل يشد حيله لاسعاد الجماهير، وبعدين نرتاح شويه وناخد نفسنا زي ما بيتقال، وترجع تاني ونتكلم عن المواجهات القادمه والموسم كمان الجديد. وخلي بالك من حاجه، انت لما بتكون خارج من موسم قوي وحتى لو خارج من موسم ادائك فيه ضعيف، بيبقى الموسم اللي بعديهم بيبقى الناس كلها منتظره انت هتحقق ايه بالظبط. تخيل بقى كمان وانت خارج مفروض يعني زي ما بيتقال حاصل على كل البطولات فيه الحمد لله، والتطوير حاصل بشكل كبير جدا كمان في اللعيبه وفي ادائك وغيره وغيره، فده بيكون زي تشالنج او تحدي. الموسم اللي بعديه الجماهير بتاعتك بتبقى منتظره الافضل والافضل والافضل، فان شاء الله نوفق يعني في كمان الموسم الجديد. لكن كنا محتاجين جدا بقى فترة الراحة، وإن كانت على عكس العالم كله برضو يا كريم فترة مش طويلة، لكن بس نحمد ربنا إن في أصلا فترة أساسا. بالظبط، أنت فاهمة إزاي اللعيبة العيني ده هيفرحوا فرحة عاربة، يعني أكيد هياخدوا أجازة بكل يعني بكل ما أوتوا من قوة، لأن هم الحقيقة يستمتعوا كل دقيقة. دي حقيقة. طيب برضو عايزين نتكلم معاكم شوية عن زيارة لطيفة جدا تمت بالأمس امبارح، مستر كولر وجهازه المعاون بالكامل زاروا فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، وطبعا كان بحضور الكابتن محمود الخطيب. سيادة العميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع الخامس قام معاهم بجولة تفقدية، شافوا من خلالها بقى كل منشآت النادي والملاعب والمقرات الإدارية. الحقيقة مستر كولر أبدى إعجابه الشديد بكل حاجة شافها وكل ما يملكه النادي من ملاعب رياضية وإمكانات خدمية ووسائل ترفيهية، الحقيقة حاجة مشرفة جدا. ننتقل معاكم لرابطة اللاعبين وملف المحترفين في رياضة الاسكواش تحديدا، وامبارح اعلنت او عملت كمان عن على تعديل ترتيب اللاعبين المحترفين طبعا في التصنيف العالمي. انت بتتكلم بقائمة هنا التوب 10 طبعا بعد برضو ما مروان الشرباجي المصنف السادس يعني قرر ان هو يلعب
تحت العلم الإنجليزي، وأصبحت كده عندك مصر بتمتلك 4 لاعبين فقط في قائمة التوب 10، وهم عندك علي فرج صاحب طبعا المركز الأول، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، ومازن هشام ده في المركز الثامن، وطارق مؤمن في المركز التاسع. طيب محمد الشرباجي كان في المركز الثالث قبل برضو ما يتجنس، ومروان الشرباجي كان في المركز السادس برضو قبل ما يتجنس بالجنسية طبعا الإنجليزية. طيب تعالوا بقى نروح شوية للعالمين، ونروح تحديدا لاحتفالية شباب مصر اللي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الإدارية الجديدة، عفوا مش العالمين، العاصمة الإدارية الجديدة، واللي شارك فيها هو برضو العالمين على فكرة في إيفنت عظيم، فأنت يعني طبيعي كنا امبارح بنتكلم على كده على موضوع العالمين. صحيح، المهم الكلام ده بقى في العاصمة الإدارية الجديدة، وبالمناسبة شارك فيها هذا الحدث وهذه الاحتفالية مجموعة كبيرة من الأبطال الرياضيين من رياضات مختلفة، وكمان كان معهم عدد من الشخصيات العامة، والكلام ده كله كان بيحصل بالتزامن مع إطلاق مبادرة اسمها صيف شبابنا، طبعا دورها الأساسي هو تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر. تعالوا نتابع ونشوف إيه اللي حصل. اتفضل. في وجودنا النهاردة في هذا المكان المستقبلي حاضر العملاق الحقيقة العاصمة الإدارية، أنا بشكر كل شكر والتقدير لأخي وصديقي المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، الشريك الأعظم في كل يعني هذه الاحتفالية بشكل كبير جدا، اللي قدم كل الدعم وكل حاجة إن نعمل النهاردة الملتقى الرمزي لشباب مصر يوم شباب مصر. كل التحية والتقدير مهندس خالد عباس والعاصمة الإدارية. هو الايفنت ده بنرتب له بقالنا كتير جدا، يمكن اخر ترتيبات او تجهيزات كانت امبارح، يمكن اكتر من بعد 12 بالليل موجودين هنا بيرتبوا للايفنت، وبرده موجودين انا وزمايلي من بدايه اليوم خالص ومن الصبح، ان عشان احنا نكون في استقبال زمايلنا اللي جايين من المحافظات، لان وزاره الشباب والرياضه منظمه الايفنت ده، وكل الشباب اللي موجوده من محافظات مختلفه مش بس موجودين في القاهره او الجيزه، وطبعا الوزاره على طول بتعمل انشطه للشباب مش بس للقاهره الكبرى، لا المحافظات كلها، ماراثون، انشطه رياضيه، انشطه برضو تعليميه، فده مش اول ايفنت ولا هيبقى اخر ايفنت لوزاره الشباب والرياضه. طبعا احنا بنشكر الوزاره وبنشكر البلد على ان هي بدات تهتم بالدراجات كرياضه وبدات تنشر ده في الطرق، وبدات تاهل البلد بتاعتنا ان هي بدات تعمل طرق للدراجات، فده كله بدا يساعدنا ان احنا ننزل ونهتم بالرياضه، وطبعا اي ماراثون رياضي بقى موجود احنا بقينا موجودين فيه بشكل اساسي، فده شيء فرحنا. والنهارده كان فيه طبعا الدرجات الناريه معانا، فده كان شيء دمج كويس ما بيننا وما بين الدرجات الهوائيه والدرجات الناريه، فده كان شيء مشرف طبعا لينا. كل مره باجي الاقي انجازات جديده، بشوف ازاي التطور، بشوف ازاي الصحراء اتحولت لمباني، بشوف ازاي شقينا الصحراء شقينا الجبال حرفيا، بشوف التطور يعني، واحنا جايين في السكه تقريبا كل مره في تطور، في مباني، في كومباوندات، في تقدم، في رقي، في شباب النهارده جايين يشوفوا بلدهم بقت عامله ازاي، بلدهم وصلت لايه، بلدهم بنقول دلوقتي الشباب احنا يومنا، احنا اللي جايين، ده كله بيتعمل علشان احنا. ويوم جميل وممتاز وتنظيم رائع، اكتر من رائع. دي مش اول طبعا احتفاليه تعملها وزاره الشباب والرياضه، تمام. انا مصطفى فيصل محروس عضو برلمان شباب مصر على محافظه الصهاج، وكيل تاني لجنة شباب الرياضة في برلمان شباب مصر. برلمان شباب مصر هو نموذج محاكاة من مجلس النواب الكبير تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة عامة وعلى مستوى المحافظات كمان. يعني كنت بسمع العاصمة الإدارية، أنا أول مرة أجيها، كان بالنسبة لي أفكار عادية، لكن لما جيت النهاردة وشفت فعلا قدامي اللي بيحصل ده والصرح الكبير والإنجاز اللي قدامي، فعلا الأفكار اللي جوايا بقيت افكار حقيقيه، خلاص بدات احس ان فعلا في مشروع قومي بيحصل. انا بشكر فعلا مديريه الشباب والرياضه بسوهاج الدكتور محمد فريد، وبشكر الدكتور يسري كفافي، بشكر الاستاذ احمد حسن والاستاذ محمد اللي لزمونا اليوم النهارده وتعبوا معانا جوا عشان نوصل لليوم الجميل ده. بجد بجد انا فخور وسعيد جايين النهارده العاصمه الاداريه الجديده اللي احنا نشاركه في اليوم بتاع شباب مصر، احتفاليه شباب مصر تبع وزاره الشباب والرياضه، اللي احنا بنشوف الانجازات ديت في اول مره في القاهره الجديده في مصر الجديده، لرؤيه مصر 2030 اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل فيها كل حاجه حلوه، واللي احنا نشوفها الاستثمارات لاول مره في الدنيا بحالها في العالم كله. العاصمه الجديده ديت هتعمل خير للبلد واستثمارات
يعني ما اقولكيش بسم الله ما شاء الله عزم على عزم. مبدئيا كده دي ثاني مره احضر العاصمه الاداريه واكون موجود وسط هذا التحفه المعماريه بجد، يعني حرفيا احنا بنشكر معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجمال والدلال فعلا. ده مدينه في حرفيا لازم أن تكون عالميه، لان كل خطوه فيها بتحسب ب 100 سنه قدام. فعلا الجيل الرابع لما يجي هيكون شايف مصر حاجة تانية، زي ما فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 2020 هتشوف مصر حاجة تانية، وفعلا شفناها حاجة تانية، وفعلا مصر فيها حاجة حلوة. خلينا نقول ان احنا النهارده من ساعة ما دخلنا العاصمة الإدارية من البوابة من بره احنا شايفين قد ايه ان في خير في البلد، شفنا قد ايه دايما بيقولوا لنا انتوا هتروحوا فين في البلد دي. احنا لما جينا العاصمة الإدارية وشفنا كل حاجة بعينينا من اول مجمع الوزارات لحد ما وصلنا لساحة الشعب، واحنا بجد احنا شايفين مستقبلنا. احنا كشباب كنا فاكرين احنا ممكن لما نتخرج من العاصمة نتخرج من الجامعة ممكن ما نلاقيش شغل لينا، لا بالعكس لما جينا النهارده العاصمة الإدارية واحنا اول مرة كشباب نيجي هنا النهارده كانت خطوة كبيرة جدا ان احنا نغير كل المعتقدات وكل الفكر اللي هما بيزرعوه عندنا. احنا كشباب قالوا لنا مش هتلاقوا شغل، بالعكس لما جينا هنا العاصمه الاداريه وشفنا قد ايه كم وزاره بتتكلم وقد ايه كم وزاره موجوده هنا في العاصمه وقد ايه ان احنا ممكن تتيح لكذا شاب فرصه شغل او فرصه عمل، لا بجد احنا غيرنا معتقداتنا. طيب الصفقات المختلفة والدوري السعودي، وامبارح كان معنا خبر عن ساديو ماني. خلينا نروح ونقول لحضراتكم ان المفروض ان الخبر الخاص بساديو ماني احنا هيكون معنا كمان شوية يعني، بس هو تم اللي انا لسه كنت بقرا الخبر ده دلوقتي، تم التعاقد بشكل رسمي مع ساديو ماني للانتقال طبعا للدوري السعودي وتحديدا نادي النصر. انا بس عماله كنت اقرا ردود الافعال فمش قادره استنى على الخبر. لا بس انت متخيل اللي هيحصل يعني، ونادي النصر وطبعا بكره في مواجهه يعني ناريه بالمعنى الحرفي. بصوا هنتكلم لما يجي الخبر لكل التفاصيل، وهنطلع حضراتكم كمان عن ردود الافعال المختلفه. بس انا كنت عماله اقرا دلوقتي يعني ناس كتير بتشوف ان لا الصفقات اللي باسامي كبيره كده ومنها طبعا ساديو ماني، لا واضح ان الدوري السعودي مش بيهزر يعني، مش قصه صفقه واثنين وثلاثه عشان يعمل شو، لا واضح ان الموضوع فعلا في خطه موضوعه طويله المدى وقصيره المدى زي ما تقال شورت تيرم لونج تيرم بلان. والموضوع ما وقفش عند دول بس، لا لسه دي حقيقه. خلينا نتابع لكل حال دلوقتي درجات الطقس والحراره ونرجع نكمل مع حضراتكم. مزيد من التفاصيل هتكون معانا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه علشان نستفسر اكتر عن الفتره القادمه، وهل شهر 8 هيبقى زي شهر 7؟ طبعا بيشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره زي ما العالم كله بيتكلم. ودكتور منار طبعا في البدايه صباح الهنا عليكي، وانا كنت امبارح عماله ببص كده سريعا على برضو موضوع الحراره في العالم كله وارتفاعها، ناس كتيره وصفتها ب يعني ارتفاع درجات حراره للمره الاولى يعني بهذا الشكل التاريخي، سموها كده قال لك ارتفاع تاريخي في درجات الحراره. فخلينا نعرف مزيد من التفاصيل، وهل في نهايه قريبه ولا مكمله معانا لغايه نهايه الصيف؟ اتفضلي يا دكتور. صباح الفل طبعا على حضرتك استاذه هوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. بالفعل احنا شهر 7 سجلنا فيه درجات حراره غير مسبوقه لمتوسط درجات الحراره العالميه، ما اتسجلتش قبل كده في السجلات المناخيه من ساعه ما بدانا نسجل درجات الحراره. متوسط درجات الحراره العالميه تجاوزت في بعض الاسابيع في شهر 7 17 درجه و2 من عشره، فدي درجات حراره غير مسبوقه. كان الاسخن على الاطلاق منذ بدايه التسجيلات كان في شهر 7، وممكن يبقى شهر 7 هو الاسخن على الاطلاق. بالفعل الارتفاعات كانت ملحوظه في درجات الحراره، لكن يمكن احنا مع بدايه شهر 8 بدات الموجه تنكسر حدتها بشكل كبير، بدات درجات الحراره تتراجع وتنخفض درجات الحراره انخفاض طفيف، لكن في استمراريه لارتفاع نسب الرطوبه. استمراريه ارتفاع نسب الرطوبه هي اللي مخلينا ان مفيش فرق كبير، ان لسه في ارتفاع في درجات الحراره، ويمكن دي اهم كلمه في شهر 8. 8 بيكون ذروه فصل الصيف خاصه بسبب ارتفاع نسب الرطوبه العالي جدا نتيجه استمرار تاثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي بيكون معاه كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فبتحمل بكميات كبيره من بخار الميه
فبالتالي بتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة بتتجاوز 90% وال 95% على السواحل الشمالية، تتجاوز ال 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فبنلاقي نسب الرطوبة عالية بشكل كبير، نلاقي إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة أعلى، لأن نسب الرطوبة اللي بتبقى موجودة في الجو بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بمعدل 3-4 درجات. كمان إحنا المعدلات الشهرية لشهر 8 خلال هذا العام من خلال الدراسات اللي احنا قمنا بيها، لان ان معدل درجات الحراره هيبقى اعلى من يعني اللي احنا معتادين عليه في شهر 8 بحوالي درجه لدرجتين، يعني في درجات الحراره اعلى بحوالي درجه لدرجتين. ده في شهر 8 يا دكتور؟ لا مش فاهمه، يعني بالنسبه لشهر 8 ككل، يعني هيشهد ارتفاع اكثر من 7 بكثير. يعني هو احنا دايما عندنا شهر 7 يبقى درجات الحراره فيه مرتفعه، لكن احنا بنتكلم على شهر 8 بالنسبه لشهر 8 اللي احنا معتادين عليه او بالنسبه للسنوات الماضيه، هنلاقي ارتفاع درجات حرارة في شهر 8 أعلى من المعتاد، أعلى من اللي احنا متعودين عليه بحوالي درجة لدرجتين. وإن شاء الله وارد نتخللوا موجات ارتفاع في درجات الحرارة، لأن احنا ممكن نشوف موجات شديدة الحرارة في شهر 8، لكن مش هتكون بنفس الاستمرارية اللي احنا شفناها في 7. في 7 احنا عندنا أسبوعين أو أكثر ارتفاع ملحوظ في الحرارة. 8 هتبقى فترات قصيرة، يعني ممكن تبقى الموجات اللي فيها ارتفاع في درجات الحرارة ملحوظ ممكن توصل لـ 40، طبعا تصل تبقى 3-4 ايام تنكسر الموجه دي ويجي موجه ثانيه، مش هتبقى بالاستمراريه العاليه، لان الاستمراريه والمده الطويله هي اللي زودت حساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. ان شاء الله مع نهايه 8 وبدايه شهر 9 تبدا تدريجيا نسب الرطوبه تقل بسبب تراجع منخفض الهند الموسمي، نبدا نحس ان درجات الحراره كمان بدات تنخفض حتى لو انخفاض قليل، لان احنا بنبقى بنقترب فصل الخريف، فصل الخريف دايما معروف ان بيحصل فيه اعتدال في درجات الحراره. على مدار هذا الاسبوع او باقي ايام الاسبوع ان شاء الله نتوقع ان يكون متوسط درجات الحراره عظمى على القاهره الكبرى ما بين 35 و36 درجه مئويه في الظل، محسوسه توصل ل 39 درجه مئويه او 38، يعني الاجواء هتظل الاجواء الصيفيه المعتاده اللي هي شديده الحراره في فتره النهار المائله للحراره فترات الليل، لان نسب الرطوبه كمان عاليه فتره الليل. هنخلي بالنا كمان من السبوره المائيه بشكل كبير، لان احنا عندنا نسب رطوبه مرتفعه، فبالتالي ده بيؤدي ل يعني تكون سبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، فلازم ناخد بالنا من السبوره المائيه. هو ممكن اقول حاجه يا دكتور منار؟ معلش المصطلحات اللي هي الرؤيه الافقيه والحاجات اللي زي كده، يعني ممكن احنا نبقى فاهمينها بس الناس ما تبقاش فاهماها قوي، فانا اتمنى ان يبقى في شرح ابسط شويه، يعني علشان الناس برضو كتير بيعلقوا ان هم ما بيفهموش قوي النشره. يعني اتفضلي. الرؤيه الافقيه هي رؤيه على الطريق، وانا ماشي في الطريق قدامي بقدر اشوف قد ايه، هي دي الرؤيه الافقيه، لو انا قدامي في الطريق شايف لحد فين، لو في شبوره مائيه بتاثر ان انا ممكن اشوف رؤيه لحد فين، مسافه مثلا كيلو او 2 كيلو قدامي وانا سايق العربيه مثلا. فدي الرؤيه الافقيه اللي احنا بنتكلم عليها، ان الشبوره المائيه بتؤدي احيانا لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، بتخليني مش شايف كويس على الطريق، فعشان كده احنا بنقول مع الشبوره المائيه يفضل تبقى القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، يعني حتى تتلاشى الشبوره المائيه، لما الشبوره المائيه مع الصباح الشمس تتلاشى بتبدا الرؤيه تتحسن والجو بيبقى صافي جدا، مفيش اي حاجه مأثره على الرؤيه. كمان عندنا فرص الامطار في المناطق الجنوبيه، اقصى جنوب البلاد حاليا 30 ابو سمبل، المناطق دي عليها فرص هبوط الامطار نتيجه يعني ارتفاع الحزام المداري اللي بيبقى موجود في السودان، في سحب كمان هتاثر على ارتفاع ايه يا دكتور؟ انا مش سامعه، ارتفاع ايه؟ نتيجه ارتفاع ايه؟ الحزام المداري. الحزام المداري طب هو ده بقى حد يفهمها؟ انت فاهم يعني ايه؟ خلاص طيب، طبعا انا كلي مصطلحات لعلمي. لا انا مش فاهمها دي يعني. دي منطقه كده بتبقى موجوده عند خط الاستواء، المنطقه دي بيحصل فيها تقابل للكتل الهوائيه الجافه مع الكتل الهوائيه الرطبه، فبيحصل فيها سحب يعني رعديه وعندها امطار غزيره بشكل كبير. الحزام المداري ده بيبدا يتقدم لشمال السودان ويبدا ياثر على جنوب جمهوريه مصر العربيه بفرص سقوط الامطار. فهو احنا بنلاقي في شهر 8 وشهر 9 كده فرص امطار في المناطق الجنوبيه نتيجه ارتفاع الحزام المداري اللي احنا قلنا عليه، المنطقه تلاقي الكتل دي ترتفع لاعلى شويه فتبدا تاثر على جنوب البلاد اللي هي يعني المناطق الجنوبيه او المناطق الحدوديه، بتبقى فرص امطار خفيفه ما بتاثرش على اعمال الانشطه اليوميه، امطار خفيفه كده ممكن تكون رعديه احيانا، وبصفه عامه في المناطق الشماليه الاجواء مستقره، فقط ارتفاع نسب الرطوبه هي اللي خلينا نحس ان الجو يعني في ارتفاع في درجات الحراره، بس احنا دايما في فصل الصيف بنقول نعمل احتياطاتنا بشكل كبير، اهم نصيحه ان احنا بنقول نتجنب اشعه الشمس المباشره. فترة الظهيرة من 12 الظهر لحد 4 العصر، الوقت ده اللي بتسجل فيه أعلى درجة حرارة في اليوم كله،
شده الاشعه الشمس اللي بيوصل الارض بتبقى عاليه، فبقدر الامكان اتجنب اشعه الشمس في الوقت ده. لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع يبقى لازم يكون معايا اي حاجه تحميني من اشعه الشمس. طيب دكتور منار، خليني لو اكيد طبعا حضرتك مش لو عندك اكيد حضرتك عندك معلومات، لو هنروح شويه لاوروبا لان برضو كنت انا وكريم بنبص على هذا الملف يعني قبل الهوا، كنا بنقرا حاجات معرفش الكلام ده مظبوط ولا لا، ان اوروبا بتشهد ارتفاع قد يصل ل 49 درجه، هل الكلام ده مظبوط؟ لان هم هناك مش واخدين تماما على الجو ده، احنا مش واخدين على الجو ده اصلا. 49 درجه ده دمار يعني، فهل الكلام ده مظبوط؟ لا، هو الكلام ده فعلا مظبوط. بعض المناطق الموجوده في اوروبا زي ايطاليا في بعض المناطق سجلت خلال الفتره الماضيه 45 درجه مئويه، اسبانيا بتسجل 49 درجه مئويه، كمان اوروبا بس الولايات المتحده الامريكيه بعض الولايات بتسجل 52 و55 درجه مئويه، فاحنا عندنا معظم الدول الموجوده في نصف الكره الشمالي بتسجل درجات حراره مش متعوده عليها تماما، يعني بتسجل درجات حراره احيانا اعلى من جمهوريه مصر العربيه في فصل الصيف. احنا بنسجل عندنا هنا في القاهره الكبرى على سبيل المثال اعلى درجه حراره سجلناها كانت شهر 7 40 درجه مئويه. طب انا هسال حضرتك سؤال، وده جاي من التصريحات المختلفه اللي كانت لسياده وزيره البيئه، لان هي كانت صرحت والناس فهمت التصريح ده بشكل مختلف. هي كانت بتتكلم عن الارتفاع الملحوظ اللي هو لاول مره تاريخيا اوروبا بتشهده، واللي هو زي ما حضرتك بتاكدي دلوقتي قد يصل ل 49 و45 درجه مئويه، وفكره هناك ان الفكر بتاعهم مش ما عندهمش فكره التكييفات بشكل كبير في البيوت، مش في السنترز، مش في الاوتيلات، مش في الكافيهات وغيره والمولات وكده، لا في البيوت. يعني مش كل البيوت بيكون عندها التكييف المركزي، لا بيبقى عندهم اكتر او بيركزوا اكتر على اللي هي اللي اسمها ايه الدفايات. فهي دي النقطه، هل الكلام ده يعني ممكن نشرحه بشكل اكتر تفصيلا؟ الناس ما فهمتش التصريح ده الخاص بوزاره البيئه بصراحه، وفي نفس الوقت طب الناس ما عندهاش تكييفات، لو ده الوضع ايه الحل؟ يعني بتشوفي او لو متابعه الملف ده ازاي الناس عايشه هناك؟ برضو انا بسال حضرتك لان احنا عندنا كتير مصريين موجودين في الخارج، وكتير ناس بنبقى قاعدين معاهم ولادهم هناك وغيره، فالناس كلها عايزه تطمن برضو. هي الفكره فعلا ان بعض يعني الدول الاوروبيه في السكان نفسها مش متعوده على درجات الحراره العاليه دي. احنا درجات الحراره بتتجاوز المعدل اللي هم معتادين عليه بحوالي 15 درجه، فده ارتفاع كبير. يعني احنا طبيعه الجسم اصلا مش متعوده. صحيح. كده احنا بنشوف حالات وفيات بشكل كبير في اوروبا بسبب ارتفاع درجات الحراره، لان ارتفاع درجات الحراره لفتره كبيره وانا كمان مش متعود عليه ممكن ياثر على صحه القلب ويسبب حالات وفيات بشكل كبير. عشان كده احنا بنتكلم ان الدول الاوروبيه وحتى كمان المنظمه العالميه للارصاد الجويه بتتكلم ان خلاص نعتاد على موجات ارتفاع في درجات الحراره، طبيعي ان هم هيبقى عندهم ارتفاع في درجات الحراره يعتادوا على القيم، فنبدا بقى نتكيف مع التغيرات المناخيه، نبدا نغير طريقه المباني، نبدا نغير الطريقه اللي انا بعيش فيها نفسها، لان بقى الاساسي عندهم ارتفاع في درجات الحراره، ارتفاعات غير مسبوقه كمان اعلى من بعض الدول يعني الموجوده في افريقيا كمان، فلازم التكيف هي الفكره الاساسيه. ان انا احل ده ازاي؟ ان انا ابدا اتكيف، ابدا اعود نفسي وابدا اعود المباني بتاعتي او طريقه المباني، ابدا اشوف طرق ثانيه للمعيشه والتكيف مع ارتفاع درجات الحراره، لان ده هي السمه الاساسيه في فصل الصيف في الدول. تمام جدا، طولنا على حضرتك بس اكيد كلها معلومات مهمه. نشكرك جدا جدا دكتور منار غانم على هذه التغطيه. مشكله كبيره. عاجبك كده؟ ايه؟ كان لازم تساليها، قالت لك بقى في شهر 8 اديك عرفت تفاصيل شهر 8. لو في العالم كله عارفه معنى كلام دكتوره منار ايه؟ لازم ناخد اجازه شهر 8 ونقضي الاجازه بالكامل بين ريش التكييف، ما والله نطلعش بره. شيء صعب جدا. انت اصلا دلوقتي احنا التكييف دايما كنا بنشتكي منه في الاستوديو هنا ان احنا بنبقى بردانين، هو المفروض دلوقتي شغالين على اعلى طاقه ليه، واحنا حرانين جدا. انت بص عامل ازاي على ذكر ده، انا عرقت والدكتوره مرات بتتكلم، هي عماله ترتفع بدرجات الرطوبه ونسب الرطوبه عماله اعرق وهي بتتكلم. وعايز اقول لك بقى على ذكر التكيف في اوروبا، ابتدت في الفتره الاخيره مش بس الصيف ده على فكره، يمكن من صيفين فاتوا بعد ما كلنا كعالم وككوكب ابتدينا ندرك ان فعلا في تغير في المناخ وفي ارتفاع غير مسبوق في درجات الحراره، ابتدوا يعملوا شويه حاجات اللي احنا بنعملها في عالمنا العربي. يعني ممكن تبقى ماشيه في باريس وتلاقي مجموعه من الفرنسيين بكامل ملابسهم قاعدين جوه فسقيه او نافوره ميه، عارفه الجو فعلا؟ والله العظيم
هيعملوا ايه الناس مش واخدين على كده فعلا. وفعلا الثقافه بتاعتهم مش كل البيوت عندها تكييف، لان خلي بالك حتى فصل الصيف عندهم مش بيبقى طويل وفي نفس الوقت مش حر زينا، فمش كل البيوت فعلا بيبقى عندها امكانيات التكييفات جوه البيت. ده عندهم الالعن من عدم وجود تكييف، هم معظم المواد اللي بيستخدموها في البناء لا يعني الحاجات كلها بتحافظ على درجات حراره فانت متخيله ده معناه ايه؟ فربنا يهون علينا وعلى العالم كله وعلى اوروبا. شوف دلوقتي بندعي لاوروبا. غلابه والله غلابه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. اللي هيحصل دلوقتي كالاتي حضرات، هنروح مع بعض على الاهلي في الجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم اللي مشكوره هتعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيكون الساعة 5، بعد كده بقى الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا طبعا لمباراة غدا اللي هتكون أمام المصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر. المباراة طبعا هتكون الساعة 6 مساء، يعني أكيد المباراة هتكون مش سهلة على رجال النادي الأهلي. أكيد المصري خصم قوي، وكمان بقى خليني أقول لكم يا كريم أنا هوند إن أكيد السيزن السنة دي كان طويل، مباريات كتير وبطولات كتيرة، لكن بقى عندنا ثقة كبيرة جدا أكيد في رجال النادي الأهلي إن شاء الله يقدروا يفوزوا ويتأهلوا لسامي فاينل البطولة. يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، وأخبارنا النهاردة متعلقة بمنتخباتنا الوطنية لكرة الطايرة وكرة اليد شباب وشابات. والبداية مع كرة الطايرة ومنتخبنا الوطني لكرة الطايرة شباب تحت 19 سنة بدأ بقى بطولته لبطولة كأس العالم، والمباراة الافتتاحية امبارح كانت أمام فريق الكاميرون وقدر يفوز فيها بنتيجة 3-0. الحقيقة هم قدروا يفوزوا بمنتهى السهولة، فازوا في جميع الأشواط وعملوا مباراة قوية جدا. خليني بقى أنقل لكم تفاصيل أكتر عن هذه البطولة. البطولة تقام في كرواتيا والمجر وبتضم ثلاثي النادي الاهلي فرح الحناوي فريده الزرقاء ورماز العفيفي. كمان خليني اقول لكم ان منافسات البطوله بدات من 1 اغسطس امس زي ما قلت وهتستمر حتى 11 اغسطس، ومصر بتقع في المجموعه الاولى مع المجر الارجنتين كاميرون الصين وتشيلي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يعملوا بطوله كبيره ويشرفوا مصر زي ما عودونا دايما. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد ومنتخبنا الوطني لكرة اليد تحت 19 سنة شباب. النهاردة هيكون عنده المباراة الأولى في بطولة كأس العالم أيضا. المباراة النهاردة هتكون أمام فريق اليابان، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراة النهاردة. خلوني أيضا أنقل لحضراتكم تفاصيل أكتر عن البطولة. البطولة أيضا بتقام في كرواتيا وبتضم قائمة منتخبنا الوطني ثلاثي النادي الأهلي اللاعب محمد صلاح، اللاعب بلال ابراهيم، واللاعب معاذ عزب. بنتمنى لهم كل التوفيق هم طبعا ومنتخبنا الوطني وجميع اللاعبين. كمان خلوني اقول لكم ان مجموعه منتخبنا الوطني بيقع فيها طبعا بجانب مصر اليابان ايسلندا والتشيك. هم كانوا لعبوا سلسله من المباريات الوديه واستعدوا بشكل قوي جدا للبطوله، ان شاء الله بقى ضربه البدايه تكون قويه ويقدروا يحققوا فوز ويعملوا بطوله قويه. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا الوطنيه. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى يا كريم ويا نهواند زي ما عودتكم دايما خلوني انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. الاعضاء متواجدين في النادي، درجة الحرارة دلوقتي 32، يمكن تواجد الاعضاء قليل بشكل نسبي طبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن بقى طبعا على مدار اليوم بيزداد عدد الاعضاء، والحقيقة انه في سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية للنادي. يعني دي ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. قبل ما اختم كلامي بقى طبعا حابه اقول ان هواند بما ان عيد ميلادك هيكون في الويك اند، كل سنه وانتي طيبه وعقبال 100 سنه وان شاء الله تحققي كل اللي انت عايزاه السنه دي. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. حبيبتي يا هنا والله بجد وانتي طيبه يا رب وكلنا طيبين، وهنحتفل بقى مع بعض باذن الله. شكرا ليكي. ده لازم نعمل كده عقبال مليون سنه. ميرسي يا كريم، ميرسي يا هنا جدا على هذه التغطيه.
هو جاي بقى في ويك اند فمش ايه مش هنعرف. ده بالعكس ده لازم نعرف، طالما جاي في ويك اند يبقى لازم نعرف. وتورتيات بقى وحاجات. بس سبحان الله اتولدت في الصيف وبكره الصيف، يعني ده غريب جدا. المفروض الناس اتولدت في موسم تنبسط. لا يا سبحان الله، خلي بالك انا مكاني مش شهر 8 يا جماعه والله. المهم خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح بقى للخبر اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه، وهو بشكل رسمي دلوقتي نقدر نقول اعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع طبعا ساديو ماني قادما من بايرن ميونخ، ورحب نادي النصر طبعا على تويتر باللاعب الجديد ورابع صفقاتهم في الميركاتو الصيفي الحالي اللي احنا بنشهده. ولسه دي مش اخر صفقه طبعا، يعني قال كده عقد ماني او عقد ماني بيشمل راتب سنوي قالوا يعني من 30 لـ 39، في مواقع تقول لك 39 في مواقع تقول لك 30، قال هنا 39 مليون يورو برضو. يعني انا شايفه انها صفقه لا مش قد كده يا كريم. الرقم مقارنه بالارقام الثانيه اللي بنسمعها انا استغربت لما قريت. انا صعب عليا، انا صعب عليا، حسيته يستاهل اكتر. بس ربنا كرم من وسع وراح الدوري السعودي والدنيا هتحلو. مفروض طبعا يعني ماني حسب المعلومات ان هو يكون جاهز كمان للمشاركه مع النصر في المباراه المرتقبه امام الزمالك في كاس الملك سلمان للانديه. هنشوف هيكون مصير اللعب ايه، وهنشوف طبعا المباراه، وكلنا منتظرين طبعا وعندنا تشوق نشوف هذه المباراه اللي بتجمع نجوم عالميين كمان طبعا كريستيانو وغيره ونادي الزمالك واحد من اكبر الانديه طبعا المصريه. خليني بس اروح لان مهم جدا كمان نشوف العالم ازاي تلقى هذا الخبر. يعني في مثلا كنا بنقرا الخبر اللي هو من نادي النصر بيقول لك قائد ابطال افريقيا الدولي السنغالي ساديو ماني رسميا في النصر. في كمان الرضع النصراوي الحلم تحقق، واضح ان كان حلم لناس كتير ضم ساديو ماني. وفي بقى تويتات من ناس يعني مختلفه من محبي ساديو ماني وطبعا ونادي النصر مشجعي نادي النصر، بيقول لك هذه الصفقه اللي تقول عليها السوبر اهلا بفخر العرب. يعني ماشي. العالم والدوري السعودي ليس مستعد لكل هذا، وفقك الله يا نصر. ده يعني تويتة أخرى. حد قال لك برضو الدوري السعودي غير بعد طبعا انضمام ساديو ماني. بهمة الأبطال موعدنا إن شاء الله، وبالنصر عاملين هاشتاجز مختلفة. يعني بص في كده تحمس أو في حماس كبير جدا بانضمام ساديو ماني. وبص يعني انا اشوف ان اللي بيحصل ده مش وحش ابدا. انا بشوف ان انضمام ساديو ماني ربما فعلا هيعمل لون مختلف، وتحديدا بتكلم على النصر دلوقتي عندك كريستيانو. الناس كانت تقول لك افضل لاعب في العالم واحرف لاعب في العالم، يعني كل واحد بيطلق على اللاعب اللي هو بيحبه اللقب. لكن انا بشوف برضو ميسي هو اللي احرف لاعب في العالم، يعني اللقب ده بصراحه يستحقه ميسي اكتر. بس على كل حال هنشوف اللي هيحصل. يعني بس كده هيبقى ماتش في سسبنس يعني، اللي بيحصل ده سسبنس ماتش مهم طبعًا. جدا اللي هيجمع بين بالنسبه للزمالك والنصر. طبعا كل طبعًا. الدنيا هتبقى قاعده تتفرج على الماتش ده. طيب دلوقتي رحل ساديو ماني عن بايرن ميونخ. طب بايرن ميونخ وضعه ايه؟ يعني امبارح بقى طبعا زاد الكلام عن عرض تقدم بيه بايرن ميونخ لضم مهاجم توتنهام هاري كين. المفاوضات لسه حتى هذه اللحظه مستمره معاه، ويقال ان في وفد من بايرن ميونخ سافر لندن بالفعل املا في حسم هذه الصفقه. وقالت شبكه سكاي سبورت المانيا ان قيمه عرض بايرن ميونخ وصل ل 95 مليون يورو شامله الحوافز، وان توتنهام في المقابل كان طلب الحصول على 120 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب. وبرضه يقال ان بايرن ميونخ ممكن جدا يزود او يرفع من قيمه الصفقه ويكسر حاجز ال 100 مليون يورو مقابل التعاقد مع هذا اللاعب يعني العظيم هاري كين لمده 5 سنوات، وعلى ان يتقاضى طبعا اعلى راتب في الفريق. يعني حاجه عظيمه جدا، وبنسمع ارقام غريبه جدا بيتجاوز 25 مليون يورو. طبعا. طيب على كل حال خلينا ننتقل، وده مهم برضو جدا، احنا نتابع الوديات المختلفة. وامبارح فاز تحديدا انتر ميلان على باريس سان جيرمان 2-1، مباراة كانت ودية وقوية جدا طبعا مقامة في طوكيو ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات بقى الموسم الجديد اللي هيبدأ خلال كمان تحديدا أغسطس. في البداية خلينا نقول ان سير المباراة كان تقدم باريس سان جيرمان بهدف، لكن انتر يعني قلب الموازين في الدقايق الأخيرة وحسم المباراة لصالحه بهدفين في
الدقيقه عندك عارف يا كريم كام؟ تقريبا حاجه و80 يعني الاثنين كانوا 81 83 حاجه زي كده في الدقائق الاخيره يعني. باريس سان جيرمان ما حققش اي فوز خلال جولته باليابان وده كان غريب جدا، وتعادل مع النصر السعودي يعني سلبيا، وبعد كده خسر كانت المباراه الاخيره ليه تقريبا كان 3-2 حاجه زي كده، والهزيمه اللي كانت الاخيره امام انتر ميلان. فبرضه ده غريب يعني، الوديات هل هي بتدي امبريشن او للي جاي القوه بتاعه الفرق هتبقى مختلفه زي مع بدايه الموسم الجديد، ولا الوديات بتبقى مش مقياس؟ على كل حال انتر ميلان لو رحنا وتعادل مع النصر السعودي 1-1 في المباراه بتاعته الماضيه، لكن بي اس جي واضح ان كمان نتائجه ليست الافضل ابدا، واضح ان فعلا في مشاكل اداريه او في مشاكل داخليه بتؤثر بشكل كبير على الاداء. ولو ان البعض ممكن يقول لك دي وديات ملهاش علاقه، بس انا من متابعتي لبي اس جي والاحداث الاخيره وصفقه مبابي وغيره ونصر الخليفي وتصريحات اللي رايحه جايه، انا بشوف ان في قلق على بي اس جي على عكس الانطلاقه اللي كان عليها والصفقات الكبيره اللي سمعنا عنها، لكن اعتقد ان هو مش بيمر بافضل حالاته حاليا يعني. ده انت قليل ما سمعتي الفتره اللي جايه برضه عن رحيل مجموعه اخرى من اللاعبين بي اس جي، لان الوضع مش لطيف، ووضع غريب قوي على اللي فعلا كان حاصل في الاول، وتوقعات الناس كلها ان الفريد هينزل ياكل يعني ياكل الاخضر واليابس في اي بطوله بيشارك فيها، مش ده اللي حاصل خالص. ده بقى ياكد ايه يا كريم؟ ان احنا كنا انا وانت بنتكلم في حلقه عن الموضوع ده، راس المال، فكره وجود راس المال او تدخل راس المال في المجالات المختلفه، لو هنتكلم عن الكوره كره القدم تحديدا عالميا، البعض منها بينجح والبعض منها بيفشل بشكل كبير. بي اس جي اعتقد من الامثله اللي غير ناجحه لحد كبير في فكره ضخ راس او رؤوس اموال كبيره جدا، محاوله شراء لعيبه بشكل كبير او لعيبه عالميه بارقام كبيره جدا، ما ساعدش اولا بي اس جي ان هو يحقق حاجه على مستوى اوروبا. يمكن الدوري الفرنسي احنا قلنا الكلام ده قبل كده، هو بينافس نفسه، ما فيش منافسه يعني قويه او منافسه حقيقيه، لكن على المستوى الاخر ما حققش يعني المرجو، وحاليا بيرحل منه نجوم كبيره، فواضح ان هذه التجربه لم تنجح. في تجارب ثانيه يمكن رؤوس الاموال فيها زي مانشستر سيتي ربما هي كانت تجربه ناجحه، الدوري السعودي حاليا نتمنى لي النجاح، فيعني مش كل مره بيكتب لها النجاح بصراحه. متخيله انا هود اوضه اللبس بتاعت بي اس جي عامله ازاي يعني، بالذات في الاول الانطلاقه مع يعني جابوا كل نجوم العالم، كتيبه غير طبيعيه، حاجه استثنائيه، كلهم في اوضه لبس واحده، كل لعيب منهم على حده اتقل من الثاني واقوى من الثاني، فبطبيعه الحال هيبقى في مساحه للنفسيات، يعني الموضوع ده صعب جدا تسيطري عليه في وجود هذا الكم من النجوم، فالعادي والاكثر منطقيه ان هم يتقشوا في بعض اكثر ما يولفوا مع بعض وينتج عنهم انتصارات. اللي ما كانش في مدير فني فعلا قادر ان هو يحقق المعادله دي طبعا. هو دي او خلينا نقول هي دي كانت النتيجه المتوقعه يعني. اكيد. تعالوا بقى نرجع برضو نتكلم شويه عن ليفربول. ليفربول هيواجه النهارده برضو في لقاء ودي هيلعب ضد بايرن ميونخ ضمن تحضيرات الفرقتين للموسم الجديد. المباراه بتقام على الملعب الوطني في سنغافوره، وبالمناسبه كان سبق وفاز ليفربول بنتيجه 4-0 على ليستر سيتي من يومين. طبعا امبارح ظهر في التدريبات محمد صلاح اللي بيحتل المركز 14 في قائمه افضل الهدافين في تاريخ الدوري الانجليزي برصيد 139 هدف سجلهم خلال مشاركته في 231 مباراة في هذه المسابقة. وبمجرد ما ظهر محمد صلاح في أرضية الملعب وفي بداية التدريبات الدنيا اتقلبت هناك بالمعنى الحرفي، وعلى فكرة كان في تواجد لكثير من العرب كانوا موجودين وحضروا التدريب أو حصة التدريب دي، ومش قادر أقول لك الاستقبال يعني استقبال الفاتحين اللي استقبلوا بيه محمد صلاح ما شاء الله عليه. في لعيبة بتبقى عالميا محبوبة حتى لو هم هو لا ينتمي أو مشجعين مش بيشجعوا النادي اللي هو بيلعب فيه، بس هو بتبقى لعيبه محبوبه زي طبعا. ميسي زي رونالدو طبعا. زي حاليا انا بشوف هالاند برضو بالمناسبه يعني هالاند طبعا. لو انت تخش تكتب هالاند على تويتر وتشوف كم الكلام خصوصا بعد اي مباراه يعني ليه، هتلاقي لا الناس بتحبه يعني، الناس بتحبه، ناس كتيره متوقعه ليه مستقبل كبير جدا، الناس بتقول هيكمل مسيره نجوم عالميين يعني مسيرتهم حاليا ممكن تكون بتنتهي. فلا هالاند من برضو اللعيبه اللي عنده كاريزما كبيره. ابراهيموفيتش كان من اللعيبه وما زال طبعا من اللعيبه اللي كان عندها برضو كاريزما كبيره جدا، بغض النظر انت بتشجع ايه النادي اللي هو بيلعب فيه يعني. في يا كريم على مدار التاريخ والسنين محمد صلاح من اللعيبه اللي قدرت تحقق المعادله دي كمان بشكل كبير جدا بصراحه، وفي الوطن العربي وفي اوروبا مش بس يعني في الوطن هي العربي. هي ميكس من الكاريزما والقبول زائد الامكانيات بقى والمهارات، فكل بالزبط. دي حاجات بتحبب الناس في اللعيبه، فهم يعني محمد صلاح بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده محبه الناس، لان هو فعلا جدير بالمحبه دي ويستحقها.
بص احنا مكملين كلامنا عن الماتشات الوديه اللي العالم كله بالمناسبه بيتابعها كانها ماتشات رسميه، يعني ان هي بتبقى ماتشات فعلا ممتعه بشكل كبير جدا. محمد النني شارك كمان مع ارسنال في التدريبات اللي كانت اخيره استعدادا للمواجهه الوديه اللي هتكون امام موناكو، واللي هتكون باذن الله النهارده ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق برضو الموسم الجديد. ارسنال لو رجعنا شويه لورا كان فاز على برشلونه بنتيجه 5-3 في المباراه الوديه كانت طبعا مؤخرا، وكمان فاز على نجوم الدوري الامريكي بخماسيه نظيفه، بعد كده خسر امام مان يونايتد كان 2-0، ماتش كان قوي جدا وغير متوقع بصراحه. كل الفرق في المعسكرات حاليا زي ما احنا متابعين، ومباريات وديه يعني مستمره استعدادا للموسم الجديد، واعتقد هيكون موسم قوي جدا ومختلف، انا اتوقع ذلك. يعني نروح تاني للدوري السعودي، امبارح كان الظهور الاول لرياض محرز لاعب مانشستر سيتي طبعا بعد ما انتقل الى اهلي جده، واضح انه كان وشه حلو جدا لان فريقه فاز بالفعل على الشمال القطري بخمسه اهداف دون اي مقابل في مباراه وديه طبعا ضمن استعدادات الفريق السعودي لمنافسات الموسم الجديد. والجدير بالذكر حضرات ان عقد رياض محرز مع الفريق هيمتد حتى عام 2027. ملف بقى الدوري الانجليزي، وتحديدا لو رحنا لرابطة الدوري الانجليزي اللي قررت تطبيق قانون الوقت الضائع الجديد هيكون من بداية موسم 23-24، وبداية من اول مباراة كريم في المسابقة اللي هتكون بين يعني مانشستر سيتي وبيرنلي اللي هتكون 11 اغسطس تحديدا. هيتم بقى ازاي الموضوع؟ هيتم احتساب كل الوقت الضائع بما في ذلك احتفالات اللاعبين الطويلة، فكرة بقى ان اللاعب يجي يحتفل يقع يطول الوقت هيتحسب الوقت ده، وهيتوقف اللعب لاي اصابه حتى على سبيل المثال لاي لاعب، وكل لحظه هتكون فيها الكره خارج الملعب يعني ومش بين اقدام اللاعبين زي ما بيتقال كده، وكمان هيبقى في وقت بدل ضايع طويل لكل مباراه ممكن كمان يوصل ل 10 دقائق زي ما احنا كنا بنشوف في كاس العالم. اضافه لده في كمان قرارات ثانيه كانت اعلنتها الرابطه، وهي انه هيكون في قرارات صارمه جدا من الحكام مع المدربين على خط التماس وامام مقاعد البدلاء، ومش هيكون هناك تحذير لاي مدرب، هيتم التعامل بالكروت الصفراء والحمراء فقط، ومش كمان هيبقى في سماح لاي فرد على مقاعد البدلاء ان هو يقف او ان هو يتخطى الخط بتاع التماس باستثناء طبعا المدير الفني او طبعا المساعد. ودي اعتقد قرارات كلها مش وحشه، يعني لو جينا اتكلمنا هي مش قرارات مش وحشه ابدا، اعتقد ان هي ممكن فعلا هي هتبقى طويله هيطول مده المباراه، لكن هيقضي على برضو على الناحيه الثانيه على بعض اللعيبه او بعض الافعال اللي هي بتبقى مستفزه في بعض الاحيان. ده في تمثيليات التطوير تمثيليات انا كنت فاكره عندنا بيبقى بشكل اكبر، بس هو واضح ان ده موضوع عالمي، يعني ده في العالم كله بيتم طبعا من نسب مختلفه طبعا. فده اللي هيتم تطبيقه يعني ان شاء الله من اول ماتش في الدوري الانجليزي، واعتقد ده مش وحش، يعني انا مع الناس اللي شايفه ان ده امر مش سيء ابدا. هيكون اكثر عدلا كمان بالزبط. فكره ان ميبقاش في حد بقى بيمثل ويضيع نعمله عندنا ويقتل كمان. الماتش والله يا ريت احنا في امثل حاجه للنوع ده من القرارات الحاسمه عشان نظبط الدنيا في المنظومه وما نقعدش نشتكي كتير. تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم قبل ما نطلع هذا الفاصل، هنشوف فيديو جراف عن قائمه يعني الاهداف التاريخيه في كاس العالم للسيدات في كره القدم، وصلوا للهدف رقم 1000 في تاريخ هذه البطوله، وبالمناسبه الهدف رقم 1000 سجلته اللاعبه الزامبيه باربرا باندا من ضربه جزاء في الدقيقه 31 في مباراه كانت بتجمع فرقتها مع فريق كوستاريكا. هنتابع الفيديو جراف ونطلع فاصل ونرجع نكمل. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة الدولة في الفترة الأخيرة عاملة حاجة عبقرية، عاملة مجموعة من المشاريع أو مشروعات القومية للموهبة في رياضات مختلفة، وكمان الدولة الحقيقة أبدت اهتمام كبير جدا جدا بعالم الرياضة من خلال تبنيها لهذا الفكر في رياضات مختلفة، ومنها التايكوندو. دي من ضمن التفاصيل اللي عايزين نقف عندها شوية ونركز عليها في الفقرة الحوارية الأولى. احنا النهاردة منورنا دكتور إسماعيل مهران المشرف على المشروع القومي للموهوبين في التايكوندو، وكمان منورنا ومشرفنا كابتن أحمد عبد القادر أحد مدربي هذا المشروع. صباح الفل عليكم وأهلا بكم. صباح الهنا منورنا، ومشروع احنا متابعينه شخصيا كمان على عشاء الصبح في الأهلي. بس خلينا نبدأ بفكرة هنا آخر التطورات الخاصة بهذا المشروع عشان برضو الناس تبقى عارفه احنا واصلين لفين، بعد كده نبني عليه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا تحياتي لحضراتكم وكل الساده المشاهدين. بالنسبه لفكره المشروع القومي، من البدايه احنا كمصر الحمد لله برضو بيبقى لينا باع اولمبي، بس في الاخر المحصله بتكون ميداليه او اثنين او ثلاثه، اقصى حاجه وصلنا لها كانوا اربع ميداليات في اثينا 2004.
فجت فكره ان انا كانديه ومؤسسه عسكريه بنجيب 4 ميداليات. طب ايه اللي يمنع ان الدوله كمان تتدخل بحيث 4 ميداليات تبع الانديه والمؤسسه العسكريه بجانبهم 4 ميداليات تانيين عن طريق الوزاره، وان شاء الله نامل ان هو يبقوا اكتر، فبالتالي المحصله تبقى اكتر من 8 او 9 ميداليات اولمبيه ان شاء الله. فدي جت فكره المشروع القومي. حلو جدا. بس بتهيألي التارجت المفروض يبقى ازيد من كده شويه، يعني فكره يعني حتى وحضرتك بتقول ايه احنا عندنا باعه في عالم الاولمبيات وعندنا 4 ميداليات، فحسيت ان الاربعه دول ما يخلوش ان لينا باعه قوي، يعني فاهم قصدي؟ وفكره ان يبقى في مشروع قومي متبنيات دوله المفروض يبقى التارجت بتاعه اعلى من كده بكتير. هو احنا بنتكلم على الفتره القصيره دي، احنا عندنا باريس خلاص يعتبر بكره. أوكي. مفيش وقت. عندنا لوس انجلوس دي بقى اللي ان شاء الله ممكن من خلالها نقول نفسنا يبقى عندنا 15 ميداليه او 20 ميداليه. والمشروع للامانه هو جانا ثماره بدري جدا، فده حتى خلى القياده السياسيه ان احنا نامل ونزود طموحنا ان باريس اللي هو يعتبر قريب جدا ان عدد الميداليات يبقى اكتر. يعني ان شاء الله. انتوا اشتغلتوا على المشروع ده كابتن احمد برضو من فتره، يعني بعد انتهاء طوكيو مثلا نقدر نقول، ولا الوقت كان ضيق مثلا ما يسمح لناش او ان احنا نامل قوي في باريس 2024؟ فعلا الوقت كان ضيق، لان احنا بدانا من تحت من الناشئين ونبتدي نظبط نفسنا بقى للكبار اللي هو نجم الثمار بتاعته الاولمبيات دي او اللي بعدها كمان ان شاء الله. اوكي. طب احنا عايزين برضو يعني نركز شويه في كلامنا على المشروع القومي للموهوبين في التايكوندو بصفه خاصه. ايه اللي حاصل في هذا الاطار؟ الملف ده ايه بنوده الاساسيه؟ ايه التارجت اللي محطوط؟ وايه الاليه اللي المفروض هتشتغلوا عليها عشان تحققوا التارجت المنشود ده؟ هو الحمد لله ان التايكوندو تبع الالعاب اللي موجوده في المشروع القومي، هو بالمناسبه 7 العاب الاولمبيه، ملاكمه ومصارعه وألعاب قوة وتنس طاولة والتايكوندو. أوكي. هو المشروع كان شغال من زمان، وبالمناسبة أنا كنت لعيب في المشروع القومي قبل كده. أوكي. بس طبعا دلوقتي الموضوع اختلف تماما، ودعم واهتمام الدولة زاد جدا، فلدرجة إن احنا من سنتين بدأنا بمشروع الناشئين. إن المشروع عندنا 3 مراحل، ناشئين وشباب وكبار. من سنتين كان مشروع الناشئين شغال، كان قبلها برضو بسنتين مشروع الشباب. الناشئين الحمد لله أول سنة اشتغلنا عليه اتأهل 3 لاعبين لبطولة العالم، كانت في بلغاريا، وطبعا ده كان نصيب كبير جدا إن المشروع القومي يبقى في أول سنتين ليه يأهل 3 لمنتخب مصر. مشروع الشباب كمان المتولي تدريبه دكتور أحمد زهران والإشراف عليه اتأهل السنة دي، جبنا كأس أول ترتيب عام في بطولة الجمهورية. طبعا في ظل المنافسة بتبقى صعبة جدا ما بين الأندية، خاصة التايكوندو يعني بتبقى المنافسة كبيرة جدا، أندية كتيرة، أندية عريقة في التايكوندو. فالمشروع القومي في فترة قليلة يخش في بطولة الجمهورية، ياخد كاس أول ترتيب عام بنات وكاس تاني. وبالمناسبة كمان إحنا لسه من أسبوعين مخلصين بطولة الجمهورية للناشئين، والمشروع القومي خد أول ترتيب عام ولاد وأول ترتيب عام بنات. طبعا في فترة يعتبر جيزة جدا وقليلة جدا يعني. صحيح. طبعا. طب هو العدد أنت بتتكلم حاليا في المشروع ككل، مش اللي بتجهزوهم في ان جنرال، كام؟ وهتشتغلوا الفتره الجايه كمان ازاي عشان يبقى في جذب للعيبه اكتر، وكمان رجال بتتكلم اولاد وبنات على الصعيدين ولا لا؟ يعني خلينا نعرف. انا زي ما قلت لحضرتك هو احنا المشروع 3 مراحل. حاليا دلوقتي شغالين في مرحله اسمها البراعم، ودي تعتبر المرحله الرابعه. انتوا بتبداوا من تحت من البيز يعني عشان نبني صح. حاليا شغالين عمليه الانتقاء. الموضوع بيتم كالتالي، احنا بنحدد عدد معين من اللجان، والسنه دي الوزاره محدده 130 لجنه على مستوى الجمهوريه، يعني تقريبا في كل قريه ونجع وكفر هيبقى في لجنه لاكتشاف الموهوبين. التايكوندو السنه دي عاملين 22 لجنه بنخش المراكز الشباب او الاماكن دي، بنبدا بقى بيجي لنا قاعده من اللاعبين ممكن يبقوا 100 200 300 بيقدموا الاختبارات. انا محتاج افضل 10 لعيب او افضل 20 لاعب على حسب ما الميزانيه بتاعت المشروع ما تسمح، او على حسب امكانيات اللعيبه في المركز ده. فلنفترض في بعض الاماكن بلاقي، يعني كنا في الشرقيه الاسبوع اللي فات 400 لاعب جايين يقدموا الاختبارات. فطبعا ان انا احتاج اخد 10 بس من الكم ده، فحتى اتكلمنا فيها ان هم يبقوا اكتر من 10، ممكن يبقى 20 لاعب. كل ده جميل، برافو ان انتوا عاملين كده، وهايل ان ده رد الفعل حتى من الناس وحابين يشاركوا. كابتن احمد برضه بحكم يعني وجود حضرتك في هذه المنظومه،
ايه الحاجات اللي انت لاحظت ان هي استجدت وحاجات انت راضي عنها ومبسوط منها وشايف ان هي ان شاء الله هتبقى نواه لحاجه حلوه قدام قبل وبعد تدخل الدوله وتبنيها لمشروعات قوميه ولا سيما التايكوندو؟ التايكوندو يعني بعد التدخل بتاع الدوله في المشروع ابتدى في دعم كبير بقى، يعني في طبيب نفسي، في اعداد بدني، بقت منظومه كامله من كل حاجه، تجهيز اللاعب من كل حاجه هو فيها. كويس. لا ادينا معلومات اكتر يا كابتن احمد. مش كابتن احمد غامض، خلي بالك وما بيطلعش اللي جواه بالشيء. انا عارف كابتن احمد وفاهم هو بيفكر ازاي. هو حضرتك اول مره تعمل انترفيو ولا طلعت قبل كده؟ لا ده قبل كده معاك السنه اللي فاتت، كنا لسه بدايه المشروع الناشئين. يعني اتولدت معانا كان بدايه مشروع الناشئين. ابو كباتن وخد ودي معانا. يعني نتائج من السنه اللي فاتت للسنه دي نتائج عظيمه على طول. نتائج عظيمه جدا يعني. طيب الاطفال لو احنا هنتكلم عن البراعم والاهتمام اكيد بيبقى ليك نظره بحكم برضه خبرتك كابتن احمد، بتبقى عارف منين ايه اللي بيخليك تميز بين الولد ده ممكن فعلا يستمر، البنت دي ممكن تستمر، ده ممكن يبقى عليها تشتغل بقى عليها بعد كده؟ الـ 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 الإرادة والتحدي بتاع الطفل نفسه، بيبقى هو شايف نفسه عاوز يبقى بطل، بيبقى عنده مثل اعلى زي الابطال الاولمبيين بتوع اللعبه. ده هيبان في السن الصغير؟ بيبان، هو بيبان هو داخل التايكوندو، يعني التايكوندو من الالعاب اللي هي مش زي الكوره مثلا، لا العاب يعني هو داخلها هو شايف ان دي لعبه مميزه، لعبه اولمبيه، فبيبقى باين عليه. وبعدين خلي بالك كمان برضو في الثقافه بتاعه الافلام الاكشن زودت محبه اطفال وشباب كتير قوي للرياضات القتاليه بشكل عام. والبطولات والتسليط الاعلام على الضوء على الالعاب اللي هي تعتبر العاب شهيده زي التايكوندو والالعاب الفرديه، ده خلى فيه فكر كبير عند كبير عند اولياء الامور وعند الناشئين. بدايه السن كام برضه يا كابتن؟ نبدا من 5 سنين، من 5 سنوات ممكن نبدا نختار اللاعب ونشوف المميزات. التايكوندو من الرياضات، في كتير من الاهالي انا هوند بيبقى عندهم مثلا ايه ابنهم خجول حبتين، انطوائي شويه، فدايما يقول لك ايه بتبقى حتى نصايح اللاعب يقول لك لعب رياضه قتاليه وطبعا زي عشان يدي ثقه مثلا في نفسه. طبعا بس في المقابل برضو في اهالي ثانيه ممكن تبقى خايفه من فكره ايه وخايفين على اولادهم وبناتهم على حد البنات لا ازاي تلعب لعبه زي دي؟ بالعكس يعني يعني المفهوم ده صح عند الاهالي ولا غلط؟ بتقوله يعني بره نطاق المنافسه، ممكن كممارسه يعني ولد عنده نقص في حاجه معينه فانا محتاجه العبه لعبه تنمي مثلا العامل النفسي عنده. اما فكره المشروع القومي هي فكره منافسه في الاساس. ردا على سؤال حضرتك بالنسبه لاختيار اللاعب، تبقى في بطاريه عاملينها كلجنه علميه برئاسه دكتور كمال درويش، اللي عباره عن 6 اختبارات، منهم اختبارات بدنيه واختبارات تخصصيه في اللعبه نفسها مع اختبارين نفسي. طبعا الاختبارات البدنيه دي بتشمل اختبارات للتحمل واختبارات للسرعه واختبارات للقوه. اختبارين في التخصص نشوف امكانيات اللاعب ده، قياساته الانسمومتريه ينفع في التايكوندو ولا ما ينفعش، مع كمان اختبارين نفسيين بيحددوا مدى صلاحيه اللاعب ده ان هو يلعب لعبه زي التايكوندو ولا يلعب زي ايه. الاختبارات النفسيه دي زي مثلا اختبار اللي هو سرعه رد الفعل، اي اختبار مثلا ثقه بالنفس، فطبعا دي في اختبار في لعبه زي التايكوندو بتتطلب سرعه رد فعل، ان انا طبعاً حد جاي يضربني فانا لازم اعمل دفاع معين او كاونتر اتاك معين عشان اجيب النقطه. فبناء على الاختبارات دي بنبدا بقى الحصر ما بين ال100 او ال200 المتقدمين للاختبارات دي، ونشوف اصلح ناس ان هم يكملوا او يبقوا تبع قوام المشروع، وبالتالي المحصله او النتيجه بتبقى اسرع، ان الولد في الاساس موهوب بدنيا كويس، تخصصيا يليق او يصلح للعبه دي، كمان نفسيا عنده الامكانيات او المقومات اللي تخليه يبقى بطل اولمبي في وقت اسرع. وبصراحه ده الفكر العلمي اللي شغال دلوقتي، واللي بصراحه دكتور اشرف صبحي يعني فرضه على كل الهيئات او الادارات او المنظمات ان احنا. والبنات بقى عاملين ايه في السن الصغير ده في اللعبه دي؟ البنات دول يعني متفوقين طبعا. اكتر ناس في العالم. كابتن احمد تتعامل معاهم ازاي يا كابتن احمد؟ اكتر ناس يعني مستجيبه البنات صراحه، يعني عندهم بحس البنات في السن الصغير شخصيتهم اقوى او عندهم ثقه اكبر، ما اعرفش ده صح ولا غلط. لا صح طبعا، هم انا ثقه عن الولاد وثقه في التحدي كمان. طب ايه المعوقات اللي ممكن تكونوا بتشتكوا منها او حاجات نواقص عايزين تكملوها عشان تبقوا ماشيين بخطوات ثابته يعني في المشروع ده؟ هو المشروع تقريبا يعني ما يخلص كل حاجه، يعني ما فيش معوقات، بيزيل كل المعوقات،
يعني واي يعني في تمويل كافي يتماشى مع الخطه الطموحه اللي محطوطه؟ في تمويل كافي، في تمويل كافي طبعا، في في موجود تمويل كافي، وفي دعم من السيد الوزير شخصيا يعني دكتور اشرف صبحي على طول، في متابعه لكل الالعاب مش تايكوندو بس، كمان لكل الالعاب. دعم الابطال عندنا في اربع ابطال برضو ان شاء الله مسافرين بطوله العالم الشهر الجاي على طول، لسه كنت تصفيات منتخب 14 سنه الاسبوع اللي فات. طبعا في دعم اليوم جامد جدا يعني. كويس. دكتور اسماعيل سنك صغير يعني باين، بس انت ماسك ملف كبير، فقول لنا برضو انت ازاي ده حصل يعني، خليني اعرف او خلينا نعرف عنك اكتر. هو بدايه ترشيحي للمشروع القومي كان طبعا يعني الوزاره بتبعت للاتحاد ان هو يبدا يرشح ناس معينه. انت كنت لاعب اصلا؟ انا كنت لاعب لا، بس لا بطلت من ساعه الكليه، وكنت مصمم ان انا اجيب تقدير كويس واخلص ماجستير ودكتوراه وكده يعني. خلصت الكلام ده كله امتى؟ اذا انت شكلك بالكثير اولى جامعه. هو شكلي ما شاء الله يعني، دي ميزه عظيمه يعني. بس ازاي انا بقول دكتور اسماعيل انا ايه، وقفت شويه عند دكتور اسماعيل في حاجه بتخوفني. حاجه جميله، برافو عليك، برافو عليك. المهم اتفضل كمل. فالحمد لله تم ترشيحي. طبعا لجنه اللي كانت مسؤوله على الملف ده كان السيد الوزير ودكتور كمال ودكتور وجيه حمدي، برضو مجموعه من القامات العلميه وخبراء وعلماء الرياضه. فبصراحه لفت انتباههم ان انا خريج المشروع ده، كملت بقيت بطل دولي، فايه اللي يمنع ان واحد يبقى من جوه المنظومه هو اللي يقود المنظومه؟ بالعكس ده افضل بكتير كمان. والحمد لله، وده كمان خلاني لما دخلت جوه يعني عارف اللاعب بيحس بايه، ولي امره بيحس بايه. طب كمان المسؤولين برضو في حاجات ممكن احنا نطلبها كلعيبه او كمدربين، بس طبعا مفيش امكانيات تسمح ان انا ممكن انفذ الحاجه دي. فطبعا لما دخلت جوه الموضوع يعني شفت الموضوع من جميع ابعاده. حاجه تانية بصراحه سبب في نجاح المشروع ده مساندة الاتحاد. طبعا اللعبة في الأساس قايمة على جهة تنفيذية وجهة رقابية اللي هي الوزارة، والاتحاد كناحية فنية. وأصلا المشروع بيصب في مصلحة الاتحاد، مصلحة الاتحاد. وللأمانة احنا بنحظى بدعم كبير جدا يعني من معالي المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد تايكوندو، اللي بقدم له الشكر تقريبا يعني. ما فيش أي عقبة بالنسبة للاعبي المشروع ولا مدربين المشروع ولا أي حاجة. فطبعا ده سرع موضوع النتائج البدري يعني. النهارده وزاره في ظهري وبتدعمني، اتحاد بيساندني، اختيار مدربين على اعلى مستوى، لعيبه موهوبه. ففكره البادجت طيب، الشق المالي والصرف والتكاليف والحاجات دي كلها والمعسكرات، ولو هنطلع بطولات الكلام ده مغطى ولا لسه مجهودات ذاتيه، ولا انتوا بتشتغلوا لسه على الملف ده؟ هو حاليا ميزانيه المشروع 30 مليون، احنا نفسنا تبقى اكتر شويه. متوزعه على كل الرياضات؟ متوزعه على كل الرياضات وكل المراحل طبعا، بس الوضع المالي للدوله دلوقتي فمش يعني، طالما متاح حاجه احنا نشتغل فيها، ولازم نحقق الهدف اللي احنا عايزين نوصل له دون النظر لاي معوقات. طبعا نفسنا يبقى الدعم اكبر من كده، نفسنا يبقى الصرف اسرع او كده، بس لان ده انت بتبني مشروع نجم، ومش نجم واحد لا، اكتر على قد بقى ما البوتنشال يكون موجود والامكانيات بس. فعشان كده اكيد هيكون في محتاج مصاريف كبيره، ومشروع دوله. وكمان كان اشار برضو دكتور ان بدات دول تطلب من مصر، انا عايز انفذ المشروع ده عند دول كبيره جدا في الرياضه، عايزه تنفذ المشروع القومي عندها في الدول. كويس جدا، كويس جدا، حلو ده كله. طيب دلوقتي يا كابتن احمد، يعني في رياضات معينه ممكن تستدعي جلب متخصصين وخبراء ومدراء فنيين اجانب، وتحديدا من الدول اللي هي متميزه في هذه الرياضات. بالنسبه للتايكوندو احنا الوضع عندنا ايه فيما يتعلق بمساله الاستعانه بخبرات اجنبيه، ولا احنا ما فيش ما يستدعي ده عندنا؟ انا بكلمك دلوقتي على صعيد المدربين تحديدا. انا اظن ان ما فيش يستدعي، لان النتائج بتاعتنا بتقول ان احنا المدربين المحليين عاملين نتائج دوليه في دول تانية. هم المدربين بتاعتنا بيستدعوهم في دول تانية يبقوا خبراء للاتحادات والمنتخبات القوميه. يعني مين الدول الاشهر والاتقل في رياضه التايكوندو؟ كوريا، اسيا برضه كوريا، كوريا، ايران، دي اشهر الدول واقوى يعني واقواها.
اوكي. طيب لو احنا اتكلمنا عن الاولمبياد بقى، هل احنا باريس نقدر نقول بنسبه كام في الميه؟ يعني الكلام عايزاه يطلع منكم بقى حتى كاتحاد، لو انتوا عندكم معلومه نقدر نقول كام في الميه ممكن نحصل على ميداليات من التايكوندو؟ هو طبعا يعني ممكن سؤال زي ده يجاوبه الاتحاد، بس حتى المستشار محمد كان ساكن. انتوا عندكم تواصل طبعا ان هو ملف الحمد لله. احنا كلاعبه تايكوندو النتائج بتاعتنا على المستوى الدولي يعني كويسه جدا ما شاء الله. الاولمبيات اللي فاتت جايبين ميداليتين سيف وهدايه، قبلها ميداليه هدايه. طبعا احنا مش عايزين الهدف او التارجت بتاعنا يقل. اعتقد ان الاتحاد بيراهن ان احنا ان شاء الله نتاهل باربع لعيبه، ان احنا الكوتا بتاعتنا اربع لعيبه، فالاتحاد ان شاء الله هيراهن ان الاربع لعيبه يتاهلوا، وننافس كمان ان النتيجه السنه دي او في باريس ان شاء الله ما تقلش عن طوكيو باذن الله. نعم نتمنى فعلا ان شاء الله تبقى الولاد في المدارس والشباب في الجامعات. يعني فكره برضو اكتشاف المواهب، وحضرتك قلت في بدايه اللقاء ان في دلوقتي عدد كبير جدا من المحافظات والقرى والكفور والنجوع فيهم يعني ليهم مندوبين ليكم انجاز التعبير، ففكره بقى التواصل مع المدارس لاكتشاف اطفال ممكن يبقوا ابطال واعدين او مستقبليين لكن هم مش بيلعبوا الرياضه دي بشكل نظامي، يعني بعيدا عن فكره المشروع الناس اللي تقدمت بنفسها للمشروع، هل في اكتشاف للمزيد من الموهوبين؟ يعني المشروع بيخش للناس في يعني في النجوع والكفور ومراكز الشباب اكتر، بيكتشف مش شرط ان هو كان بيلعب تايكوندو، ممكن يجي اللاعب يختبر من بره وعنده مواصفات دي احنا نبتدي ناهله ان هو يبقى بطل تايكوندو، وناهله من دلوقتي يبقى بطل اولمبي. المواصفات والبطل العمر اللي ممكن الولد او البنت يبتدي فيه ممارسه الرياضه، طبعا كل ما يبتدي بدري اكيد مصلحه، بس اللي مثلا عنده 15 16 سنه بس عنده شيء من المقومات ولا توليت بالنسبه لي؟ بنبقى مرتبطين بمرحله عمريه، يعني مرحله البراعم دي اللي لسه شغاله مشترطين او الشرط الاساسي ان الولد يكون مواليد 2012 او 2013 وبعض اللعيبه المميزه قوي من 2011، يبقى اي حد خارج السن ده انا صعب ان انا اخده وراهن عليه في لوس انجلوس ان ده ممكن يبقى بطل اولمبي. موضوع المواهب احنا فعلا، انا امبارح كنت في لجنه في البحيره وجاي لي برده مجموعه كبيره من اللعيبه، فوجئت ببنت 2013 طولها حاجه و 170 سنتي ما شاء الله، ما شاء الله إيه امكانياتها إيه مشروع يعني وزنها مشروع حتى يعني حتى هو الطول مطلوب في التايكوندو اطراف بقى طبعا. فطبعا كان حتى جنبي حد مسؤول من الوزاره، هي امكانياتها في اللعبه مش احسن حاجه لسه جديده، فبيقول لي يا دكتور بس دي لسه مش عارف حاجه على التايكوندو. قلت له دي كمان سنه هتكسب اي حد في ميزانها، اني او مش شرط اكتشف ولد او اروح انتقي ولد بيلعب تايكوندو، بس ممكن يبقى ولد عنده الامكانيات صح اللي تاهله بعد فتره قليله جدا يبقى بطل بسهوله. ما هو ده هو اصلا مشروع البطل، من انا مش بجيب اوريدي حد امكانياته انا لسه ببني عليها، بس يبقى عنده البوتنشال زي ما بتقولوا. يعني بالتوفيق ليكوا، للاسف جري بس بالتوفيق ليكوا جدا. دكتور اسماعيل انت عامل شغل محترم، وكابتن احمد نشكرك جدا، والانترفيو الجاي بقى عايزين يبقى فيه ايه؟ تمام خد ودي معانا اكتر، نورتونا نورتونا، شكرا ليكم. هنطلع فاصل ونرجع بقى يعني نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقرات الحواريه، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم في الفقرة أكيد الأخيرة، وكلام كتير جدا طبعا عن ماتش بكرة بإذن الله بين الأهلي والمصري وملفات متعددة، سواء بنتكلم كمان محليا أو عالميا، خلينا نتكلم في كل ده ونناقشه. بس خلينا نرحب في البداية بضيفنا العزيز جدا الأستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي. صباح الهنا، أهلا بحضرتك. طبعا الفل، نور الدنيا يا فندم، أهلا بيك. ربنا يخليك، أهلا وسهلا. طيب هستأذنك قبل ما نتكلم عن ماتش بكرة، تعال نتكلم شوية عن رؤيتك لماتش الأهلي والداخلية، واكتر حاجات لفتت نظرك وخدت عينك في الماتش ده ايه؟ طبعا يعني هو الاكيد انه النادي الاهلي في البدايه سعى ان هو يتاهل الى دور الثمانيه، ده اللي كان الهدف الاساسي من المباراه. لكن خلينا اقول لحضرتك وده شيء يحسب لمارسيل كولر، مارسيل كولر لم يكن راضيا عن اداء بعض اللاعبين، وده امر طبيعي. اتكلم مع لعيبه الاهلي داخل غرفه خلع الملابس، والراجل هيبني على نتيجه مباراه الداخليه او مستوى شكل الاهلي امام الداخليه لمباراه المصري البورسعيدي بكره. الحقيقه انا شفت انه في يعني شيء من الثقه في لاعبي النادي الاهلي امام فريق الداخليه. الداخليه كان يعني وفقا للتصريحات اللي اتقالت والكابتن علاء سابهم والشكل العام بتاع فريق الداخليه امام النادي الاهلي،
مسؤول الداخليه اظهروا ان الفريق يعني مهلهل او الفريق فيه مشاكل او كده. بالظبط بالظبط ده حضرتك ادى شيء من الثقه للاعبي النادي الاهلي، وبالتالي الاداء لم يكن مرضيا بالنسبه لمارسيل كولر. في النهايه اخذ النادي الاهلي ما يريده من المباراه وهو الصعود الى دور الثمانيه. اعتقد انه ال 48 ساعه او النهارده وامبارح واول ال 72 ساعه دول مارسيل كولر كان مركز مع لعيبه الاهلي على بعض الامور اللي هو الحقيقه عايز يتلاشاها تماما في مباراه المصري البورسعيد، اللي هي الحقيقه اعتقد انها تبقى صعبه جدا مش على النادي الاهلي، الجو العام الحالي انه يعني النادي المصري مباراتين الدوري ما خسرش امام النادي الاهلي مباراه، المباراتين انتهوا بالتعادل السلبي، والكابتن علي ماهر ايضا مع فيوتشر استطاع ان هو يتعادل مع النادي الاهلي في المباراتين، مباراه اتعادل فيها فيوتشر 1-1 والمباراه الثانيه تعادل فيوتشر مع الاهلي 0-0، وبالتالي الحقيقه كمان لعيبه النادي المصري ربما يكون لديهم دوافع جديده باعتبار انه علي ماهر لسه جاي ماسك جديد، لكن الناحيه الثانيه الحقيقه النادي الاهلي لديه مجموعه هي الافضل في مصر ولديه مدرب يجيد قراءه المنافسين بشكل كويس جدا، ولدي الحقيقة حالة معنوية ونفسية كبيرة وشديدة جدا حتى داخل غرفة خلع الملابس، واللي بيحصل حتى طريقة حتى تقديم الصفقات بتاع النادي الأهلي حاجة مبهرة وحاجة جميلة جدا وكلنا بنفخر بيها. ده كله حقيقة بينعكس بالإيجاب على أداء النادي الأهلي إن شاء الله، أو ينعكس بالإيجاب على الأداء في مباراة المصري. لو سألتك عن بعض اللعيبة تحديدا وبمنتهى الصراحة تقول لي شايف الأداء تقييمه إيه حاليا، هبدا معاك بقفشه. قفشه الحقيقه يعني ما نقدرش نقول ان قفشه لعيب مش كويس او ما نقدرش نقول لا يناسب النادي الاهلي، لكن الحقيقه قفشه يعني احيانا الامور عنده ما بتبقاش فيها ثوابت، يعني مره فتره موسم بيبقى كويسة قوي جدا قوي وبعدين حصل دروب شويه ومره يختفي شويه، مره يظهر بالشكل اللي مطلوب منه ومره ما يظهرش بالشكل المطلوب منه، لكن هو الحقيقه احيانا في لعيبه بتتاثر بفكره الضغوط الجماهيريه، ضغوط جماهيريه مش ضغوط سلبيه، ان الجمهور مستني ان هو ياخد من اللعيب ده افضل حاجه، فهو قفشه الحقيقه يعني اعتقد انه احيانا بيبقى محتاج ان هو يبقى عنده ثبات او شيء من الثبات في المستوى. هو عدم ثبات اي لاعب في المستوى، وانا هنا مش بتكلم على قفشه، وقفشه كمان في الماتش الاخراني عمل شغل رائع الحقيقه، اسيست عالمي وهدف مميز، لكن عموما ايه اللي ممكن يخلي لاعب المفروض ان هو فعلا امكانياته قويه واثبت ده بدل المره عشرات المرات، ايه اسباب التذبذب غير فكره الارهاق مثلا او تلاحم المباريات؟ نفسيا بيبقى في حاجات ممكن تاثر فيه؟ اعتقد طبعا ممكن في ممكن يكون في مشاكل مثلا مشاكل شخصيه بعيدا عن الملعب خالص، هذه المشاكل مؤثره او بالطبعا من نوع سواء للامانه في الفتره الاخيره برضو مع كولر الناس كلها اجمعت على ان كل اللعيبه بدون استثناء في تطور ملحوظ في ادائهم. بالظبط. بص حضرتك هو في لعيبه يعني عندها صراحه مع نفسها زايده عن اللزوم، يعني في لعيب مثلا ممكن الناس تكون شايفه ان اللعيب ده ادى ما عليه وظهر بشكل كويس، لكن هو قناعاته الشخصيه لا مش افضل حاجه، وبالتالي لو ما قدرش يطور من نفسه او لو ما قدرش يساعد نفسه مثلا في تدريب او كده ده بيعمل عليه لود. كمان فكره انه اللعيب اللي هو مش ثابت في التشكيل، اللعيب اللي بيروح ويطلع ويقعد على الدكه شويه ويلعب شويه، الحقيقه انا اعتقد انه الحاجات دي احيانا بتخلي اللعيب او بتفقده شيء من التركيز وشيء من ثبات المستوى، لكن عموما بيبقى انه مصلحه الفريق هي الاهم، ويبقى انه اختيارات المدير الفني لازم تحترم، لانه الحقيقه النادي الاهلي يعني كعادته على مر السنين الحقيقه لا احد يتدخل في عمل المدير الفني ولا احد يوصي المدير الفني لعب فلان او ما تلعبش فلان، هذا الامر غير موجود في النادي الاهلي تماما، وبالتالي الراجل هو بيبقى معاه ماسك زمام الامور وهو يختار من يريده يعني في التشكيل. قفشه الحقيقه السنه الجايه هيبقى كمان بمناسبه قفشه على ان هو يبذل، لو هو بيبذل دلوقتي 60-70% من مجهوده على ان هو يبذل 120%، ليه؟ لانه في رضا سليم جاي يعني او خلاص الراجل موجود اوريدي مع النادي الاهلي، ورضا سليم ده انا اعتقد انه مارسيل كولر وفقا لاداء بيرسيتاو وحسين الشحات اتكلم حضرتك في جناح يمين وجناح شمال، اعتقد انه رضا سليم هو الاقرب ان هو يلعب بلاي ميكر، وده الحقيقه ده رؤيتي يعني،
انا شايف ان هو قفشه مطلوب منه ان هو يبقى مركز بنسبه كبيره اذا اراد يعني الحصول على فرصه المشاركه بشكل اساسي ومستمر، لانه الحقيقه هيبقى في تحدي كبير جدا بينه وما بين رضا سليم. يعني احنا عايزين نقول ان عامه، عشان بس النقطه دي، واحنا بنقول امبارح عن الصفقات وبنتكلم عنها، سواء امام عاشور او رضا سليم، هي دي صفقات بيدعم بيها النادي الاهلي صفوفه. الكلام اللي كان متداول ان ده هيجي مكان ده وده هيجي مكان ده، ده كلام لسه مش يعني ما حدش يقدر يتكلم عن الرؤيه طبعًا الفنيه طبعًا للمدير الفني، لكن القصه كلها ان ما فيش لاعب يجي يهدد لاعب، هي تدعيمات كلها، ولسه ممكن يكون في كمان تدعيمات قادمه باذن الله، وده المطلوب اكيد من النادي الاهلي عشان دايما يحافظ على الصداره اللي هو بيكون متواجد فيها. طبعا موسم كان قوي جدا واستثنائي استاذ رمضان النادي الاهلي، ولكن زي ما حضرتك اتكلمت في تذبذب في المستوى يمكن في السابق لبعض اللعيبه، ابتدت على ايد كولر يظهر الجانب الايجابي ويرجع تاني التالق او نشوفه على ارض الملعب بشكل كبير جدا. يمكن لو هنتكلم عن قفشه قبل ما نقفل ملف قفشه، وقت موسيماني كان قفشه من اللعيبه اللي ظهرت بشكل كبير جدا قدراتها بصراحه. انا دايما بتكلم عن الثنائي شريف وقفشه في الملعب، كانوا اكثر من رائعين لما بينزلوا مع بعض، كان كيمستري حلوه جدا، اجوال كانت رائعه جدا بيتم احرازها. حصل دروب فعلا شويه بعد رحيل موسيماني مع قدوم سواريش، بدايه كولر، لكن قفشه عاد مره تانية. ده يحسب لنجاح طبعا لكولر ويحسب لقفشه، لكن خليني اروح معاك برضو للتقييمات المختلفه. هل انت بتشوف مع كولر تحديدا هل في ثبات في مستوى اللعيبه، ولا لسه ما شفناش الثبات؟ في تطور لكن لسه لازم يكون العمل على الثبات، خصوصا كمان في الاخطاء اللي كنا بنشوفها في السابق، وهي الفينال بتاعنا ليس كان جيدا بصراحه، وكولر اتكلم عليه في البدايات اكتر من مره. طيب انا بس نقطه اخيره في حته قفشه، هو صدق. الفكره في التنافس مش التهديد، وده امر مشروع موجود في كره القدم يعني. على فكره هو ده قلبي بقى ليه جانب ايجابي اصلا ان اللاعب يدي افضل ما عنده بالظبط. لكن طبعا مارسيل كولر راجل صريح جدا مع نفسه وصريح جدا مع الجمهور، بدليل ان انا كنت بقول لحضرتك ان هو لم يكن راضيا ابدا عن اداء الاهلي في مباراه الداخليه، واتكلم على اللعيبه وقال لهم بشكل صريح انه بهذا الاداء امام المصري احنا ممكن يعني نبقى خارج كاس مصر يعني. فهو الراجل صريح في الحته دي. مارسيل كولر الحقيقه هو الرجل يميل الى فكره الاعتماد على او يميل الى التشكيل او الثبات التشكيل يعني، حتى ده ظهر حضرتك مع المجموعه اللي لعبت بيرسيتا و بس مش زي موسيماني برضو استاذ رمضان. نعم. موسيماني كان عنده سكواد ما بيغيروش. كولر الى حد ما بيعمل تبديلات وبيغير اوقات لعيبه، بيلعب البدلاء وغيره اكتر من موسيماني بكتير. بالظبط، بس الظروف اللي فيها النادي الاهلي واللجوء الى اجراء روتيشن وتبديلات وغيره بتبقى احيانا ظروف يعني اصابات لعيبه مهمه واساسيه مش موجوده لظروف ايقاف او غيره، زي محمد عبد المنعم كده مثلا مش هيبقى موجود في ماتش المصري، ياسر ابراهيم احتمال كبير، محمد شريف. الحقيقه ده مارسيل كولر طبعا عنده فكره انه لا احنا النادي الاهلي دايما او النادي الاهلي احيانا ما بيبقاش في افضل حالاته. النادي الاهلي الحقيقه بعض اللعيبه هو بيحاول يطورها، بعض اللعيبه في نواقص فنيه ونواقص حتى هو بيحب يشتغل عليها، وده من الحقيقه هو الراجل صريح جدا مع الجمهور في فكره انه بيطور اللعيبه، بيقف كتير مع اللعيبه يعني، مثلا بتبقى في ماتشات مهمه مارسيل كولر بعد ما بيعمل اجتماع مع كل اللعيبه، التيم كله بيقعد مع المهاجمين جلسه فرديه، بيقعد مع المدافعين، بيقعد مع لاعبي الوسط، حتى بيقعد مع الحراس مع ميشيل يانكون. هو الراجل الحقيقه اهتم جدا بالجانب الفني باختصاصه طبعا، وحتى الجانب النفسي الحقيقه هو شغال على القصه دي يعني. فكره ان هو طبعا يعني الحكمه اللي هي بتقول اللي تكسبه العبه يعني، اللي هو انا المجموعه الاساسيه اللي انا بلعب بيها انا اللي بكسب بيها، طبيعي ان انا اكمل اعمل روتيشن اللي هو النادي الاهلي لجا له دلوقتي، فكره ان انا الجا لده في ظروف في حاجات اضطراريه او حاجات ان انا احس ان هي مش يعني، مثلا النادي الاهلي بيلاعب الداخليه ممكن عندي ثلاث اربع لعيبه بريحهم، نهايه الدوري النادي الاهلي برضو كان عنده اكتر من مباراه، حسم النادي الاهلي الدوري وبالتالي
مارسيل كولر راى انه من الافضل ان هو يتم اراحه اكتر من لعيب اساسي وندي الفرصه للعيبه مختلفه. مارسيل كولر يؤمن بفكره جدا بدليل انه وده طبعا مش تقطيع في محمد فخري، انتقادات كبيره لمحمد فخري والسوشيال ميديا حنان يعني على موقع التواصل في ناس مش عاجبها فخري، لكن الرجل مؤمن جدا بمحمد فخري ومتمسك جدا بمحمد، مقتنع جدا بمحمد فخري، لانه في الاخر مارسيل كولر لديه قناعات والحقيقه، وبما انه النادي الاهلي لا يتدخل في عمل المدير الفني ويترك له كل الامور، فالراجل الحقيقه يعني شايف انه هو ده الصح من وجهه نظره، وطبعا لازم كله يحترمه يعني. طيب احنا لسه كلامنا ودردشتنا مع حضرتك لم تنتهي بعد، هنطلع بس فاصل سريع ونرجع لك. اتفضل. ومره ثانيه رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده، وطبعا عندنا تفاصيل كتير عايزين نتكلم فيها، كنا بنتكلم قبل الفاصل وكلمنا شويه بشيء من الاستفاضه عن قفشه، برضه عايزين نقف عند شويه لعيبه منهم مثلا خالد عبد الفتاح اللي كان برضه في الماتش الاخراني كان موجود في قلب الدفاع بعد ما كنا متعودين نشوفه كظهير ايمن، وبرضه للامانه دي من ضمن الحاجات اللي لافته للنظر في مارسيل كولر، يعني زي ما ناس كتير خدت بالها من قدرته على حسن تدوير اللاعبين، هو كمان عنده قدره على تغيير مراكز اللاعبين وبنشوف فعاليه وكفاءه. طبعا بالظبط، يعني طبيعي احنا متعودين خالد عبد الفتاح راجل بيلعب باك يمين، هاني لو في اي دروب او كده بنلاقي خالد عبد الفتاح في غياب طبعا كريم فؤاد واكرم توفيق. خالد عبد الفتاح بيلعب مساك لانه لجا النادي الاهلي لهذه المساله بسبب غياب ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم عن مباراة الداخليه الاخيره، لكن للامانه خالد عبد الفتاح مطلوب منه ان هو يبذل جهد مضاعف، مش حتى بفكره ان هو يلعب فكره مركز المساك، لانه ده انا بعتبره مركز يعني شيء مؤقت يعني، وبعدين يرجع لمكانه الطبيعي اللي هو يبقى بديل محمد هاني، لكن الحقيقه خالد عبد الفتاح مطلوب منه يبذل جهد مضاعف لانه مستوى، وانا هنا ما بتكلمش على ماتش الداخليه بس بتكلم حتى على الماتش اللي قبل منه، في نوع من التذبذب بشكل كبير، والنادي الاهلي الحقيقه يعني ده يعني ما بيتحملش ده، فكره انه اللعيب بيبقى مستواه مثلا متراجع ماتش واثنين وثلاثه ورا بعض، ده مش في حسابات الرفاهيه يعني خالص عند النادي الاهلي. بالظبط، طبعا الجمهور بيبدا يقلق ويتكلم وكده، لكن طبعا خالد عبد الفتاح يظل ان هو من اللعيبه اللي كويسه، لكن يبذل مجهود وكويس لانه النادي الاهلي فعل بند الشراء، ومارسيل كولر لو ما عندوش قناعه بخالد عبد الفتاح ما كانش طلب من الناس يعني في النادي ان هم يشتروا يفعلوا بند شرائه من سموحه، مطلوب منه ان هو يعني اي لعيب يا استاذ كريم، انا ضد اصلا بالمناسبه اي لعيب يتواصل يعني يتفاعل على مواقع السوشيال ميديا بصراحه، لانه الحاجات دي هو بيتفاعل بياخد الايجابي بيبسطه ويسعده، واحيانا لعيبه بتتاثر بالقصه دي فتريح، والسلبي بيأثر فيه نفسيا طبعاً. وبعدين بينعكس هذا التأثير عليه في الملعب، فتبص تلاقي الكرة تقيلة في رجله مش قادر يتصرف، حاسس انه مضغوط شايل حاجات على كتفه طبعاً. هو في غنى عنها تماما، وبالتالي خالد من الناس اللي هي اعتقد ان هي ممكن يكون عنده شيء من التركيز البسيط في القصة دي، فعليه انه يبعد خالص، لكن يظل هو من اللعيبة الكويسة، واي لعيب يبقى موجود في النادي الاهلي الدوافع، الكلام كله على الدوافع، الدوافع حتى لو لعيب مستواه يعني نفسيا ذهنيا سلوكيا غيره غيره، كله ده بيتغير في النادي الاهلي، لانه دوافع النادي الاهلي دايما رايحه ناحيه البطولات، غرفه خلع الملابس، وانا مش بقول كده عشان انا موجود هنا، ده عاده وطبيعه النادي الاهلي على مر تاريخه، يعني ان الوضع مختلف خالص عن اي نادي اخر في مصر. طيب استاذ رمضان هروح معاك لنقطه، كنت انا وكريم كنا بنتكلم على فكره ان انا لما اكون نادي خارج من موسم قوي جدا ومحقق تقريبا كل البطولات وعلى الصعيد الاخر النقيض بقى، لو انا خارجه من موسم وحش جدا مش ماديه المطلوب مش بلعب كنت ولا نتائج المستوى بتاعي على مر التاريخ، هنا بيكون السيناريو واحد في النتيجه، بمعنى ان انا ببقى داخل الموسم الجديد الجماهير بتاعتي منتظره مني حاجه غير يعني مسبوقه،
فهي هنا هحافظ على المستوى او ان انا ارجع للمستوى وافضل كمان. ف بتشوف بقى مع فكره ان دلوقتي الحمد لله احنا السيناريو الاولاني خارجين من موسم قوي جدا، محققين تطوير كبير جدا، مارسيل كولر فعلا اثبت نجاح كبير في الفتره دي او الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، فالموسم الجديد هيبقى موسم تشالنج فيه عالي جدا، وفي نفس الوقت فيه ضغط من الجماهير كبير بفكره ان انا عايز زي الموسم اللي فات وعايز احسن كمان. فده بتشوف انعكاساته بقى على الجهاز الفني وعلى اللعيبه مع الصفقات طبعا الجديده ازاي؟ طبعا هو تحدي كبير، يعني النادي الاهلي لا يملك رفاهيه حتى الخساره في ماتش ودي، مش بيتكلم في ماتش طبعا. والله صح. طبعا يعني انت لسه كنا بنتكلم على الوديات الاوروبيه. تخيل مثلا انت بتلعبي فريق في ملعب التتش ماتش ودي، فالجمهور يبقى زعلان قوي، يا سيدي ده ماتش ودي، يا سيدي ده الراجل بيلعب بصف ثاني ولا ثالث، عايز يجرب لعيبه بوعيانه، احنا نكسب، احنا النادي الاهلي، احنا بس خلي بال حضرتك، رغم ان ده بيعمل احيانا اللود على الناس اللي بتشتغل، لكن بيسعدهم ليه؟ الدوافع بتبقى موجوده دايما. يعني ايه سبب مثلا انديه حضرتك تلاقي فيها عندهم سكواد قوي جدا ولاعيبه اسماء وكده بس ما بيكسبوش بطولات؟ لانه ما فيش دوافع، هو جاي ياخد قرشين ويمشي زي ما بيقول. لكن ده طبعا مش موجود في النادي الاهلي، يعني صح. فكره انه انت بتتقدر ماديا لكن انت كمان عايز تعمل لنفسك تاريخ طبعا. الفكره انه النادي الاهلي يبدا الموت، طبعا انا ابقى سعيد جدا النادي الاهلي يبقى مفنش بخمس بطولات مع مارسيل كولر، ويبدا الموسم الجاي ان شاء الله اللي يبقى هو بطل الدوري وبطل الكاس ومعاه دوري ابطال افريقيا ومعاه اثنين سوبر، يعني حاجه ما فيش احسن من كده. ده بالعكس ده افضل من ان احنا نفنش او كنا مثلا لا دوري ولا غير ولا ونبدا يبقى عندنا لود اكبر علينا. الموسم اللي فات كان يمكن ليس الافضل بالزبط. بس الموسم ده قدرنا نحقق فعلا لانه النادي الاهلي اللي هو ايه الافضل من اي موسم اخر فعلا اطلق عليه استثناء بالظبط. فعايزين نكمل على اي بطولات او اي حاجات الانديه بعيدا عن النادي الاهلي بيحصل لها نظام بتبقى طفره كده زي ساعه صفا زي ما بيقول. طبعا. لكن غير كده ان النادي الاهلي الحياه النادي الاهلي مش حاجه اسمها دوري اخده السنه دي والسنه الجايه فرايح سنتين وثلاثه، ده مش موجود يعني الحقيقه يعني. تعالى بقى نروح شويه بعيدا عن النادي الاهلي ونتكلم عن المنتخبات، سواء المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، وخلينا نبتدي بالمنتخب الاول. القرعه اسفرت عن وجود مصر في مجموعه معظم الناس شافت ان الدنيا فيها حلوه، والبعض قال لك لا مش حلوه للدرجه ما تخمدمت ايه ما تقفرش للدرجه، انت شايف ايه؟ لا طبعا ما اعتقد ان ما فيش غير منتخب بوركينا فاسو اللي معانا اللي هو نقدر نقول ان هو يعني نقدر نقول اللي هو اللي هو يتعبنا شويه يعني. لكن كل المنتخبات مع احترامي كل الاسماء اللي موجوده المنتخبات يعني لا اعتقد ان المنتخب المصري هو الفوارق التاريخيه والفوارق الفنيه والاسماء وكله طبعا المنتخب المصري في يتفوق بشكل كبير جدا، غير انه الراجل روي فيتوريا الحقيقه مدرب ذكي، مدرب شاطر، مدرب عينه حلوه، بيعرف يختار لعيبه وبيعرف يوظفهم بشكل كويس، وفي نفس الوقت الحقيقه يعني الحاله العامه بتاع المنتخب ست ماتشات لعبهم روي فيتوريا من ست ماتشات بست انتصارات يعني. فالحقيقه كمان لعيبه المنتخب انا اشعر وطبعا الجمهور المصري اعتقد كده برضو ان هو في حاله من الحب والود ما بين الناس الكاست او المجموعه اللي بيختارها في كل معسكر ما بينها وما بين الراجل المدرب البرتغالي، وده اعتقد ان هو هينعكس ايجابيا على اداء المنتخب في التصفيات. لكن علينا ان احنا نحذر برضو يعني ما نركنش الفكرة ان احنا منتخب مصر يعني. طبعا يعني الثقه والقصص دي الحقيقه احيانا بيدفع الناس بتدفع ثمنها، هو هدف موجود تصدر مجموعتك تروح كاس العالم. فيتوريا شغال من دلوقتي يكلف الجهاز المعاون بتاعه ان هو يجيب يعني مباريات للمنتخبات دي، بدا يدرسهم بدا يعرف عنهم كل كبيره وصغيره من الحياه، هو الراجل حتى في اجازته في البرتغال لسه ما رجعش، لكن هو شغال على القصص دي. ولسه طبعا قبل التصفيات عندنا ماتش مع اثيوبيا، اثيوبيا كسبت 2-0، ده هيبقى تقريبا 9 سبتمبر في ملعب الدفاع الجوي، اعتقد انه الماتش ده طبعا خلاص احنا اتأهلنا أمم أفريقيا، لكن يبقى أنه ماتش رد اعتبار بالنسبة لنا. هو ليه كان في انتشار كده لبعض الإشاعات الفترة اللي فاتت أن فيتوريا جاله أكثر من عرض وهو قبل العرض السعودي والكلام اللي زي ده، وبعدين طلع تصريح حتى أنت يا فيتوريا ده احنا الثلاثة آخر ناس ما رحوش لسه السعودية لا لا بس طلع بعد كده نفى الكلام ده وقال لا هو نفى وقال ما جاش أي عرض رسمي ومكمل يعني ده طبيعي ومشروع يعني ده طبيعي مدرب
نادي شايف مدرب مع منتخب زي منتخب مصر ناجح وفاهم وبيعمل نتائج كويسه، طبيعي ان انا كنادي يعني ده حق شرع ان انا اقدم له عرض وكده، هو يقبل او ما يقبلش دي قصه ترجع له هو يعني، لكن يعني هو وكيل اعماله نفى. بس كل حاجه تروح السعوديه يعني العالم السعودية يعني العالم هيبقى فيه مين؟ احدى الصحف اللي هتفضل في اوروبا الفتره الجايه احدى الصحف البريطانيه كانت كاتبه عنوان كده امبارح شفته يعني يعني معناه انه السعوديه تهدد الدوري الانجليزي يعني ما هي ده هو لسه ولسه في صفقات ثانيه صندوق الاستثمار هناك. اتكلم حضرتك الخناقه كلها دلوقتي ما بين على مبابي ما بين الهلال السعودي وبرشلونه وريال مدريد، يعني حضرتك يعني تخيل مع كل الاحترام لنادي الهلال والتاريخ والدوري داخل في خناقه مع اكبر ناديين في في العالم يعني خاطر مبابي، وبعدين الصحف هناك بتتحدث عن الدوري السعودي بعد كده هو هيبقى مناره ولا ما اعرفش مهد الانديه او النجوم الكبار كريستيانو رونالدو بنزيما كانتي لسه ساديو ماني ادوارد ميندي اسماء كبيره واسماء لامعه الحقيقه انا عن نفسي لم اكن اتخيل ان هي طبعا ولا اي حد وحاولوا حتى مع ميسي لكن ميسي عشان خاطر علاقته بيه انا حاسه هيندم بيكهام ولا لا لا هو كمان شريك معاه في النادي هناك وفي بيزنس وحاجات من دي فراح امريكا لكن الحقيقه طبعا يعني نادي سعودي بيتكلم مع روي فيتوريا امر طبيعي بقول لحضرتك هو بيكلم مبابي وعرض عليه فلوس تصل الى 600 مليون يورو في ده السنه أعلى دي اعلى رقم رقم خرافي في موسم طبعاً. واحد رقم خرافي والناحيه الثانيه الناس بتوع باريس سان جيرمان الصحف هناك بتتكلم على انه قرروا يرفعوا قضيه ضد ريال مدريد عشان خاطر التفاوض مع مبابي في فتره غير مسموح بيها اثناء سريان عقده مبابي منقطع عن التدريبات وممكن ما يبداش معاهم الدوري اول مباراه هترسم مشكلته على كده غريبه قوي ومش مفهومه هو تقريبا مريح دماغه الراجل واخد بيعمل يعني طالع بيصيف او ما اعرفش ايه ومريح دماغه بيستجم في مكانه ومريح دماغه من رايك هتنتهي المشكله دي او المعضله دي على ايه؟ انا اتصور ان هو هيجدد لباريس سان اعتقد كده رغم التخبيط المتبادل والتلقيح المتبادل بينه وبين رئيس النادي الفتره اللي فاتت كلها ممكن يحصل نوع لانه في صحف بدات تتكلم انه في اطراف بتحاول تسعى ان هو مصالحه يعني مصالحه ويبقى في هدنه وما في يعني لم الشمل زي ما بيقولوا خاصه ان مبابي الحقيقه من النجوم يعني الكبيره والناس المؤثره لفريق زي باريس سان جيرمان لو مش اعتقد هيتاثر الفريق الفرنسي وبالتالي هم عارفين قدر وقيمه مبابي كويس ومبابي ايضا يعرف انه فريق باريس سان جيرمان دلوقتي بيصنف من اكبر واقوى لا بس هو عايز يروح ريال مدريد دي معروفه يعني بي اس جي مش اوروبا احيانا القناعات مش هو ده اللي يعني حسب طبعا يعني قراءاتي يعني مش بيدور على ان هو يكمل في بي اس جي هو نفسه يروح ريال مدريد من زمان كمان يعني بص حضرتك لو هيروح يبقى يروح فري يعني هيفضل يماطل الكلام اللي كان داير بقى ان ما هو يفضل يماطل الصراع الخفي ما بينه وما بين النادي فكره انه ينتقل مجانا ولا يستنى ولا يروح موسم للهلال ب 600 تقريبا مليون يورو هو يعني الصحف هناك بدات تتكلم على انه باريس سان جيرمان تعادك ينتهي 2024 طب تعالى نعمل عقد جديد باربع خمس سنين ونطلعك اعاره لنادي الهلال السعودي يعني الناس ما فيش خالص ريال مدريد اصل هو بيلعبوا دوري ابطال اوروبا فده منافس له لكن الهلال السعودي في مكان تاني هيبان يعني هيبان الفتره اللي القصه جاية. بالنسبه له مش هتبقى يعني فيها يعني فيها صراعات حتى على الارض زي ما مبابي يروح ريال مدريد لكن دلوقتي الاعلام بيتكلم على انه مبابي يجدد مع عقده مع باريس سان جيرمان ويروح الهلال السعودي لمده سنه يبقى النادي استفاد وحفظ حقه في اللاعب وفي نفس الوقت يبقى اللاعب كمان استفاد ممكن السيناريو ده برضو يحصل يعني طيب بالنسبه لساديو ماني ليه العرض بتاعه كومبيرنج مقارنه بالعروض الاخرى مع ان ما هوش برضو من اللعيبه يعني القليله بس عرضه من 30 قالوا 39 يعني في الحدود دي اقل من 40 مليون يورو على كل حال ليه العرض قليل وليه قبل بهذا الرقم برضو طبعا هو يعني ماني الصحف اتكلمت كتير جدا عن هو غرفه خلع الملابس بتاع فريق بايرن ميونخ انقلبت راسا على عقب بسبب ماني وخناقاته مع ساني هناك و
ما تأقلمش، او دي اكبر مشكله ممكن تواجه لاعبي الكره بشكل عام. يعني هو ما كانش موفق في الموسم الوحيد اللي لعبه معاهم، بالظبط ما شفناش منه دخل في أو مشاكل ودخل في ازمات هناك، بعيدا حتى تكلم عن موضوع عن ارضيه الملعب، ويعني لم يكن ما كانش مرتاح نفسيا مع الفريق الالماني، وبالتالي اول ما جاله عرض راح السعوديه. قيمه العرض انا اعتقد ان هو دي نفس القيمه اللي خدوا بيها بايرن من فريق ليفربول، المفروض عشان كده يكون ازيد يعني بول. لا ما هو احيانا هو بالنسبه لهم وجهه نظرهم دلوقتي ان ساديو ماني ده اصبح خطر على غرفه خلع الملابس، وبالتالي لما يجينا نفس المبلغ او نفس الرقم اللي اتدفع فيه لفريق يروحوا ما خسرناش حاجه ليفربول، بالظبط، يبقى خلاص يتوكل على الله وايه ويشوف يعني مشواره او طريقه في فريق الهلال الحقيقه في السعوديه. يعني ساديو ماني طبعا يبقى من اللعيبه الكبيره، وانا اعتقد ان هو هيكون له دور كبير جدا ومؤثر مع فريق النصر. يعني شوف ثنائيه حلوه بينه وبين كريستيانو، طبعا وهو لعيب الحقيقه، يعني ساديو ماني من اللعيبه اللي حتى في وقت ما في عز حتى توهج صلاح وتعلقه مع ليفربول كان له برضه كان شريك بشكل كبير جدا في نجاحات وبطولات فريق ليفربول. يعني نورتنا يا استاذ رمضان بجد والله، والحلقه والاسبوع خلص يعني نشوف حضرتك، نورتنا ان شاء الله، نشوفك مره ثانيه، نشوف حضراتكم باذن الله في حلقه جديده. شكرا لك معانا نورتنا. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، اكيد بنشكر كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، هنقابلكم على خير باذن الرحمن يوم الاحد الجاي وحلقه جديده وعرض في الاهلي. صباح